طبعا بس نحب نرحب بجميع الحضور اليوم بالمحاضرة الثالثة من الكورس المعنون Intro to Completion, Workover and Intervention Operation. يقيمها الفرع الطلابي لجمعية مهندسين النفط العالمية الـ SPE الخاص بجامعة البصرة للنفط والغاز. الكورس يقدمه الأستاذ وليد فكري، طبعا غني عن التعريف بعد محاضرات البارحة. أستاذ وليد فكري جدا رائع، وأستاذ إذا مستعد نقدر نبدأ. شكرا جدا يا شباب، شكرا مصطفى. الصوت واضح، ها؟ لو في مشكلة في الصوت يا ريت الشباب يعرفوني. نعم استاذ. المحاضرة النهاردة إن شاء الله هتكون بخصوص الريميديال ورك اوفر أو عمليات الإصلاح، والعمليات دي طبعا بتتم بعد الانيشال كومبليشن. يعني احنا خلاص كل الورك اوفر، يعني هنشتغل على اكزيستنج ويل، يعني بير موجود وانت اوريدي عملت له بروفريشن ويتحط على الانيشال كومبليشن، سواء كان ناتشرال فلو او اي سي بي او كان ووتر انجكشن او وات ايفر. يعني انت شغال على اكزيستنج ويل وحصل مشكله، ما المشكله يا اما هتكون مشكله ميكانيكيه، عندك مشكله ميكانيكيه. يعني ايه مشكله ميكانيكال بروبلم؟ يعني عندك مشكله مثلا في البكر ده حصل له فيلير في الرابر اليمنت بتاعه، او عندك مشكله في تيوبنج نفسها، تيوبنج ليكس او سب سيرفيس سيفتي فالف، او لو عندك بامب مثلا اي سي بي حصل لها فيلير، او مشكله في الجهاز ليفتي فالف، او مشكله في الويل هيد. يبقى لو عندك اي، او مشكله في الاسمنت نفسه، تمام؟ يبقى لو عندك مشكله ميكانيكيه هتحتاج لريميديال ورك اوفر، هتحتاج ريج تخش تعمل ريتريفنج للسترنج او تسحب السترنج وتعمل ريبير للريبليسمنت للبمب. يبقى انت اول حاجه عندك مشكله ميكانيكيه، ثاني حاجه الفورميشن نفسها، انت عايز تعمل شغل على الفورميشن. الفورميشن دي حصل لها فورميشن دامج نتيجه ال في اثناء الكومبليشن، او تكون عندك اسفلتين او واتس او سكيل، او حصل بلاجنج للانترفالز دي، طبعا البرمابيليتي قلت فالانتاج قل، فانت لازم تعمل جوبات سيموليشن او جوبات تحسين زي ما هنتكلم، سواء كانت اسيد سيموليشن او وش اسيد ووش او ماتريكس او اسيد تراك او هيدروليك فراكشن. يبقى انت عايز تعمل تحسين للطبقه، او ممكن انت عايز تعزل الفورميشن اللي موجوده عندك دي نتيجه ان انت حصل مثلا عندك ووتر شوت، حصل عندك ووتر كولينج او كميه المياه زادت لاي سبب ما، او الريزرفوار بالنسبه لك بقى ديبليتد ونوت ايكونوميكال، فانت هتطلع على زون فوق. يبقى يا اما انت عندك مشكله ميكانيكيه وهتشتغل على هتعمل لها ريبير، او عندك مشكله في الفورميشن نفسها زي ما هوريكم الاكزامبلز اللي موجوده. ده طبعا ممكن المشاكل كلها، المشاكل كتيره جدا غالبا طبعا نتيجه الكروجن والانفيرومنتال اللي شغاله، اللي الكومبليشن او التيوبنج متعرضه لها، متعرضه لبريشر، متعرضه عندك ممكن سورس الكروجنز كتيره جدا، سواء ال H2S او ال CO2 او ال CO او الاكسجين، او نتيجه الاستريسز اللي بتتعرض لها التيوبنج ممكن يحصل لها فيلير، يحصل لها ليكس بين هولز او ووش اوت، فطبعا لازم هتعمل لها ريبليسمنت. او ممكن يحصل عندك مشكله في السب سيرفيس سيفتي فالف، اللي يحصل عندك مثلا ليك في الكنترول لاين، ففي الحاله دي السب سيرفيس سيفتي فالف ايه اللي هيحصل له؟ هيقفل، وساعتها انت هتلوس البرودكشن. احنا قلنا يو هاف تو كيب بريشر على السب سيرفيس سيفتي فالف عشان يستيل اوبن. فانت لو حصل عندك ليك في الكنترول لاين ده مفيش بريشر هيكون واصل للفلابر، فبالتالي السب سيرفيس سيفتي فالف هيقفل. طبعا انت في الحاله دي الويل هيد بريشر بتاعك هيكون زيرو، او انت لوست البرودكشن، فلازم في لو هو كان تيوبنج دريفبل يو هاف تو برينج ورك اوفر ريج، لازم تجيب ريج وتسحب. طبعا في حل سريع، لو انت عايز تستعيد الانتاج في الحاله دي من غير ما تجيب وزود ورك اوفر ريج، يعني لو انت عندك بير في سب سيرفيس سيفتي فالف، والسب سيرفيس سيفتي فالف ده كنترول لاين لايك، وانت عايز تعمل ريستور، عايز تخلي البير يرجع الانتاج تاني وزود ورك اوفر ريج. طبعا في الحاله دي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تنزل بستيك لاين وتكيب الفالف اوبن، او اللي بنقول عليه لوكت اوبن، بيبقى في حاجه اسمها ستراد سيت، تنزل تخلي الفالف اوبن. فطبعا في الحاله دي الفالف كانه مش موجود، انت فقدت الامرجنسي بارير، بس في نفس الحاله انت عملت ريستور للبرودكشن، وما ممكن بعد في اول ريسنت او اول ورك اوفر ساعتها هتغير السب سيرفيس سيفتي فالف، هتعمل ريبليس للكنترول لاين وتشيك على الفالف.
تمام، سواء يبقى كلها يبقى اللي احنا بنتكلم عليه ده كلها مشاكل ميكانيكيه، سواء في الكومبليشن نفسها، في اي جزء من الكومبليشن نفسها. طيب او زي ما قلنا حصل عندك بلاجنج البرفريشن نتيجه الفورميشن دامج. الفورميشن دامج ده البرفريشن بتاعتك حصل لها بلاجنج. البلاجنج ده ليه مصادر كتير جدا، سواء قلنا الدوب نفسه او اللي احنا بنستخدمه اثناء الكومبليشن، الدوب ده ممكن يسبب لك فورميشن دامج اثناء عمليه البرفريشن نفسها. الفلويد نفسه اللي انت استخدمته، لو انت بتستخدم براين ما هوش كلين هيعمل لك فورميشن دامج. عشان كده من اهم المميزات او الخصائص او الكاركترستكس الخاصه بالكومبليشن فلويد ورول كوفر فلويد، ات شود بي كلين كلين ولو سوليدز، وبنقول عليه كروجن كنترول. طبعا انت عشان تعمل له كليننج لازم تجيب فلتريشن يونت وتتاكد ان هو فلتر بتركيز وات ايفر 10 مايكرون او على حسب الريكويرمنت يعني. تمام، فانت عندك في سورس كتيره جدا لعمليه الفورميشن دامج، سواء اثناء عمليه الكومبليشنز او السكيل اللي هيكون، او ممكن يحصل عندك زي ما قلت لك يكون عندك واكس او اسرتين او الكومبليشن فلويدز نفسها او اثناء عمليه البرفريشن. كل الحاجات دي كلها هتقلل لك البرودكتيفيتي وهتعمل لك بلاجنج فورميشن، وبالتالي هتحتاج لعمليه السيميليشن. عمليه السيميليشن يعني ايه؟ ان انت لازم هتضخ بعد كده اسيد، هتعمل اسيد تريتمنت او اسيد بامبنج. طبعا زي ما هنتكلم الاسيد تريتمنت سواء هتستخدم الاتش سي ال او الاتش اف ال، وهنتكلم شويه عن انواع الاديتيفز اللي بنستخدمها والتكنيكس اللي بنعملها سواء كانت بالكول تيوبنج او بالبول هيدنج. المهم انت بتضخ تريتمنت معين، التريتمنت ده هيزود لك البرمابيلتي. طبعا ممكن تضخه ببريشر اقل من الفراكشر بريشر، وفي الحاله دي هنقول بنقول عليه ماتريكس اسيتايزنج، او لو انت بتكسر الطبقه بنقول في الحاله دي بنقول عليه اسيد فراك. يبقى الاسيد ستيميليشن زي ما هنتكلم هي ثلاث انواع، هنشرح الفرق بينهم. لكن في الحاله دي انا بزود البروبابيلتي عن طريق الاسيد بامبنج، لكن ما فيش اي بروبنت او اي باكينج انا بعمله. لو انا هعمل بقى لو انا هعمل فراك وهعمل بعد كده باكينج، اضخ بروبنت جرافلز عشان الفراك ما يقفلش، ده اسمه هيدروليك فراكشر. يبقى انت عندك اثنين ستيميليشن تكنيك، اللي هو الاسيد ستيميليشن او الهيدروليك فراكشنج زي ما هنتكلم عليه. الهيدروليك فراكشنج الفكره كلها ان انت بتنشيت بتعمل انشيشن للفراك، بتبدا تضخ الفراك فلويد. الفراك فلويد ده بتضخه ببريشر اعلى من الفراكشر بريشر بتاع الطبقه، يعني لحد ما تكسر الطبقه ممكن توصل ل 8000 او 9000 بي اس اي لحد ما تكسر الطبقه. ودي بتبقى المرحله الاولانيه اللي بنقول عليها الميني فراك او البري باد او اول مرحله. والمرحله الثانيه اللي انت بتضخ السلاري اللي هي الجرافز اللي انت بتضخه عشان ما يحصلش كلوجر او الفراك يقفل معاك. طبعا ممكن تعمله وان ستيج. يعني ايه وان ستيج؟ يعني مره واحده. ولو هو كان مثلا عندك بير هوريزونتال ممكن تعمله على اكثر من ستيج. عشان تعمله على اكثر من ستيج في حاجه اسمها ممكن تنزل بالسيستم اللي موجود عندك. يعني هنا ده موجود عندك حوالي 8 ستيج، بينزل هنا بباكرز مقسم لكل ستيج فصلها عن الستيج الثانيه بباكر، وهنا في سليف. السليف ده بيبقى بول اكتيفيتد بريشر سليف. هو زي ما انت شايف هنا البورتات اهيت. البورتات دي مش هتفتح الا لما انت ترمي بوله. فانت بتنزل السيستم اللي موجود عندك ده بنقول عليه مالتي ستيج هيدروليك فراكشنج، بول اكتيفيتنج بريشر سليف، وسويلابل باكر. طبعا ميزانيتها كلها في الاوبن هول. هنا نازل 8 ستيج. المفروض ان انت بعد ما بتنزل تعمل كل فراك كل ستيج على حده، تبدا ترمي البوله الاولانيه بتنزل تسيت هنا او تحصل لها لاندنج في السليف اللي تحت، وتبقى تعمل ابلاي للبريشر، السليف بيفتح وتبدا تعمل انيش. طبعا البكر عامل سيل، البكرز دي كلها بتسيت في الاول، بتسيتها كلها مره واحده، لكن السليفز مش هتفتح لكل ستيج على حده، هتبدا تفتحها. طبعا هنا اصغر بوله بتبقى موجوده تحت واكبر بوله بتبقى موجوده فوق. تمام، اللي موجود عندك ده قلت ده تكنيك معين، ده بيبقى يعني بيبقى تنزل الكومبليشن وهتعمل منها الفراك مره واحده. لكن في تكنيك تاني ان انت بتعمل بيرف اند بلاج. تمام، بلاج اند بيرف، بتحط الكومبوزيت بلاج وبعدين تعمل برفريشن وتعمل الستيج الاولانيه، وبعدين تنزل تحط البلاجه الثانيه، تحط زي بريدج بلاجه وتعمل بعد كده بيرف وبعدين تعمل الستيج الثانيه وهكذا. تمام، لحد ما تخلص
الستيجز اللي انت عايزها. طبعا بس العيب بتاع التكنيك ده اللي انت مش هتقدر، يعني لازم هتستنى لما تسيت البلاج او تعمل برفريشن، مش هتقدر تعمل فراك الا لما تخلص البرف، لما تحط البلاج وتعمل برفريشن. في الحاله دي الفراك تيم هيكون ستاند باي، لكن هنا انت ممكن تعملهم، انت اوريدي كلهم موجودين عندك، ممكن تعمل في يوم او اثنين او ثلاثه ستيج على حسب الارينجمنت يعني. طيب في الفراك انت بتسجل اكتر من داتا، البريشر اللي عندك ده اللي بنقول عليه الفراكشر بريك داون، ده اعلى بريشر زي ما انت شايف. انت بتبدا ترفع بريشر ستيب باي ستيب لحد ما الفورميشن بتبدا البريشر يحصل له ايه؟ يحصل له ديكلاين. النقطه اللي هيبدا البريشر يحصل له ديكلاين دي بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها الفراكشر بريك داون بريشر. ده بدايه الكسر او البريك داون للفورميشن. بعد كده انت بتعمل بروباجيشن، تبدا تعمل انيشيت للفراك اللي بنقول عليه فراكشر بروباجيشن بريشر لحد ما تعمل انيشيشن للفراك. المفروض بعد فتره لو انت لما بتوقف البامب البريشر بيحصل له ايه؟ بيحصل له ديبليشن، الفراك هيبدا يقفل معاك، بنقول عليه الكلوجر، الفراكشر كلوجر بريشر. الداتا دي كلها حضرتك بتسجلها زي ما قلت لك على ثلاثة ستيج. بيكون عندك اول ستيج اللي هي بنقول عليها البري باد او الداتا فراك او الميني فراك، ده اللي انت بتسجل فيه كل الداتا اللي موجوده عندك. بتبدا زي ما قلت لك بتبدا بستيب اب او ستيب داون، يعني بتبدا بريت صغير مثلا نص برميل، بعدين برميل، 2 برميل، 3 برميل، 4 برميل. ممكن تعمل ستيب اب او ستيب داون، تبدا بريت عالي وبعدين تنزل تقلل الريت، او العكس تبدا بريت قليل وتزود الريت. تمام؟ بتبدا وطبعا مش بتعملها هنا، ما فيش في المرحله دي، في مرحله البري باد او الداتا فراك او الميني فراك، انت مش بتضخ بروبات، انت بتضخ فراكشر فلويد بيبقى عباره عن كروس لينك جيل وميه، يعني ما فيهوش هنا ما فيش اي بروبانت عندك. وزي ما قلت لك بتعمل انيشيشن للفراك. المرحله الثانيه بعد ما انت عملت انيشيشن للفراك بتضخ السلاري. السلاري دي بتبقى عباره عن مين؟ عباره عن جيل ومعاه البروبانت. خلاص البروبانت ده عامل زي الرمله كده، بيبقى طبعا بيبقى في منه انواع هاي سترينث زي الباكسايت، او بيبقى مثلا انترميديت سترينث زي السيراميك، يعني على حسب بيبقى كل واحد ليه سترينث معين. وبعد كده بتعمل ديسبليسمنت، طبعا الديسبليسمنت بتعمله بستيك ووتر ولازم يكون اندر ديسبليسمنت، تعمل ازاحه للبروبنت، وبعد كده تعمل الكلين اب بالكول تيوب. ديت هي المين. طبعا انت في الفراك هترفع بريشرات عاليه جدا، فلازم يكون معاك حاجه اسمها تري سيفر، بنقول عليها تري سيفر او الويل هيد ايزوليشن تول. التري سيفر دي بتسيد جوه تيوبنج هانجر وانت بترفع بريشر من خلالها، يعني بحيث ان الويل هيد ممكن ما تكونش، يعني مثلا ممكن انت هتوصل للبريشر 8000 والويل هيد اللي عندك 5000، فانت بتعمل الجوب باستخدام التري سيفر، بتسيد جوه تيوبنج هانجر عن طريق السيل يونس دي، وانت بتعمل ابلاي بريشر من هنا. تمام؟ طبعا جوب الفراك بيكون فيه كميات كبيره جدا انت بتضخها، ولي اوت انت بتوصل لبريشر عالي، فممكن يكون معاك يعني ده اللي موجود عندك في الصوره، ده لي اوت لجوب فراك. زي ما انت شايف هنا في 8 بمبات، بنستخدم هنا البامبين 1000 هورس باور وست بمبات 2000 هورس باور. وطبعا عندك البلندر اللي انت هتمكس فيه البروبنت، وعندك طبعا دات اكوزيشن هتسجل منها البشارات، عندك المانيفولدز دي المانيفولدز بتاعتك. تمام؟ بتبقى هاي بريشر ولو بريشر مانيفولدز، عندك الاسيد تانكس والووتر تانكس، طبعا بيبقى عندك مستخدم هنا فور فوركليفت وكرينز. يعني الفراك بيكون الكوست بتاعته عاليه جدا وفي ديتيلز كتيره، بس هو زي ما قلت لك انت بتعمله على ثلاث ستيج، هو البري باد او الداتا فراك او الميني فراك، وبعد كده الستيج الثانيه الباد او السلاري اللي بتضخها اللي هو البروبند، والديسبليسمنت بتعمل ازاحه، ولازم تعمل عمليه الازاحه دي بتعملها اندر ديسبليسمنت. وبعد كده تعمل كلين اب. يعني ايه كلين اب؟ تنزل بالكول تيوب وتعمل نيتروجين ليفتنج وتنظف البير. وبعد كده المفروض بتعمل بعد كده بقى بوست، بنقول حاجه اسمها بوست فراك، ان انت بتبدا تعمل فلو باك وتعمل تشوك وتظبط التشوك مانجمنت، بحيث ان انت تشوف البيهيفير بتاع البير بعد عمليه الفراكشن. زي ما قلنا لو في عمليه رول كوفر، لو انت هتعمل ريكومبليشن في زون ثانيه، يعني الزون اللي تحت ده عندك ممكن تعزلها ببريش بلاج وتعمل برفريشن في زون ثانيه. عندك مشكله مثلا ووتر زون، فانت هتعزلها، سواء هتعزلها برضو ببريج بلاج او ممكن تعمل لها ووتر شات اوف
وات ايفر التكنيك. في بعض الكيميكالز ممكن نضيفها، ممكن نعملها ووتر شوت اوف بالاسمنت. عندك مشكله في الاسمنت نفسه، ممكن انت تعمله ريميديال سيمنتنج زي ما هنشرح بالسيمنت ريتينر او بالبالانسد بلاند. طبعا هنا الاسمنت اللي ورا الكيسنج فيه مشكله، فما فيش هنا ما فيش هنا ايزوليشن بين الطبقات. وطبعا ده انت بتعمله ايدنتيفيكيشن عن طريق زي ما قلنا السي بي ال بي دي ال لوج. ولو عندك مشاكل في التيوبينج برضه هتعمل لها ريبليسمنت. طيب انت دلوقتي شغال داخل او اول ستيب من خطوات الورك اوفر، بتبدا بعمليه ايه؟ بعمليه الكيلينج. يعني انت دلوقتي شغال داخل على لايف ويل او داخل على بير اوريدي بورفريتد، تمام؟ فانت بتكون داخل على بير لو هو مثلا هاي بريشر، هتلاقي هنا في بريشر على الويل هيد. فانت حضرتك قلنا عشان تعمل ورك اوفر لو فاكرين في اول محاضره لازم تشتغل على ديد ويل، وانت لازم طبعا هتبدا تسحب التيوبنج. طب هتسحب التيوبنج ازاي وانت معاك بريشر هنا؟ لازم الاول تقتل البير وبعدين تعمل تعمل ريموف او نبل داون زي ما قلنا الكريسماس تري، وبعد كده تعمل نبل اب للتيوبنج. طب انت عشان تقتل البير لازم هتستخدم احدى طرق الكيلينج ميثود في الورك اوفر، هم 3 طرق. طبعا قبل ما نشرح الكيلينج ميثود لازم نبقى عارفين ان احنا عندنا الفورميشن بريشر، وي هاف تو الفورميشن بريشر اللي موجوده اللي هو ضغط الفلويدز الموجود داخل الطبقه او البور بريشر. وي هاف تو كيب وي هاف تو بي ماست بي اوفر بالانس، لازم نتغلب على البريشر ده. بنتغلب عليه ازاي؟ ان احنا بنعبي او بنعمل فيلنج للبير بفلويد بنقول عليه كيل فلويد. طبعا في حاله الورك اوفر احنا هيبقى براين ميه وملح. الكيل فلويد ده هيعمل لي هيدروستاتيك بريشر. هيدروستاتيك بريشر بحسبه من المعادله دي اللي هو طبعا بيعتمد عليه. الهيدروستاتيك بريشر بيعتمد على الثابت والمد ويت اللي هو الكثافه بتاعت او الدينستي بتاعت الكيل فلويد. طبعا على حسب اليونتس، في بعض الشركات هتلاقيها بتستخدم البي بي جي او ممكن السبيسيفيك جرافيتي. والدبس اللي هو وبيهمني هنا الترو فيرتيكال دبس اللي هو العمق الراس، لان طبعا البريشر بيأثر فيرتيكال، ماليش دعوه خالص بالميجر دبس. الميجر دبس او الدبس المقاس بستخدمه بس في حسابات الفوليوم، لكن انت عندك الضغط بيأثر ايه؟ بيأثر فيرتيكال اللي هو ضغط عمود السائل. طبعا هنا كل ما بتزود الدنسي المفروض طبعا ايه؟ الكثافه البريشر بيزيد، زي ما انت شايف الاكزامبل هنا، كل ما بيزود الدنسي كل ما الهيدروستاتيك بريشر بيزيد. وده اللي احنا بنعمله، اللي احنا بنزود بنجهز بريبير كيل فلويد بدينست معينه بحيث ان هي تتغلب على الفورميشن بتاعك. طبعا قلنا الهيدروستاتيك بريشر نوت مالوش اي علاقه خالص بالديفيشن او الميجر ديبس. يعني انت عندك بير اي وبير بي الاثنين مليانين هنا، الاثنين الترو فيرتيكال ديبس بتاعهم واحد 10000، بغض النظر ان في اختلاف في الميجر ديبس، بس الاثنين ما دام نفس الفيرتيكال ديبس، ما دام نفس الترو فيرتيكال ديبس ونفس المد نفس المد ويت او نفس السبيسيفيك جرافيتي بتاعت او نفس الدينستي، يبقى في الحاله دي هيكون نفس برضه الهيدروستاتيك بريشر. فالهيدروستاتيك بريشر ملوش علاقه خالص بالميجر ديبس، هو بس بياخد الترو فيرتيكال ديبس. طبعا كل ما بنزود الترو فيرتيكال ديبس زي ما انت شايف كل ما الهيدروستاتيك بريشر هيزيد، يبقى الهيدروستاتيك بريشر بيعتمد على الدينستي وعلى الترو فيرتيكال ديبس. في حاجه في اكسبريشن بنقول عليه الجريدينت، جريدينت اللي هو معدل زياده الضغط للقدم الواحد. معدل زياده الضغط للقدم الواحد، ده بنقول عليه بريشر جريدينت، سواء بقى هيدروستاتيك بريشر جريدينت، يبقى معدل زياده الهيدروستاتيك بريشر لكل قدم. يعني كل ما انزل قدم كل ما الهيدروستاتيك بريشر هيزيد قد ايه. انت برضو كل الحساب كل اللي بقدر اجيبه برضو من نفس المعادله، لو استخدمت المعادله بتاعت الهيدروستاتيك بريشر حط الترو فيرتيكال ديبس بواحد. لو انت اعتبرت الترو فيرتيكال ديبس بواحد يبقى ممكن اقول الجريدينت بيساوي الثابت في المد ويت اللي هو معدل زياده الضغط للقدم الواحد. ده بيكون موجود سواء ممكن اجيب منه، يعني بيكون عندك الفراكشر جريدينت. لو انا اديتك الفراكشر جريدينت اقدر اجيب منه الفراكشر بريشر، اضرب الجريدينت في الترو فيرتيكال ديبس. لو انا اديتك في مساله مثلا فورميشن بريشر، فورميشن بريشر جريدينت، اضرب الجريدينت في الترو فيرتيكال ديبس. يبقى انت لو عندك جريدينت تقدر تحوله لبريشر سواء كان فورميشن جريدينت او فراكشر جريدينت. الناس اللي كانت بتسالني على السوابنج والسيرج، السوابنج يا جماعه ببساطه جدا هو بيست بنقول عليه بيستون لايك افكت، بيحصل اثناء عمليه البول اوت. لما حضرتك تيجي تعمل بول اوت شايفين هتعمل بول اوت وبتعمل بول اوت ومعاك الاسمبلي بتاعتك او البي اتش اي بتاعتك،
there is no clearance بين البير وبين ال وبين الاسمبلي. يعني انت مثلا نازل بنقول عليها فول جيج. فول جيج يعني تقريبا نفس السايز. يعني انت نازل ببكر مثلا بتعمل بول اوت لبكر، حاله دي من اشهر الحالات اعتقد. الصوت واضح يا جماعه؟ كانت الكاميرا صوت واضح يا نعم مصطفى؟ نعم استاذ الصوت متصل. طيب، المقصود بعمليه السوابينج هو افكت بنقول عليه بيستون لايك افكت بيحصل اثناء عمليه البول اوت. لما انت تيجي تعمل بول اوت بفول جيج يعني باسمبلي السايز بتاعها كبير، مفيش بينك وبين البير خلوص. يعني زي ما قلت لك، لو انت نازل مثلا في 6 انش كيس، في 7 انش كيسنج، ونازل ب 6 انش بيت مثلا، او نازل بس او ممكن نازل لو معاك بكر مثلا، تمام. في الحاله دي انت بيحصل معاك ايه؟ بيحصل معاك باكيوم. خلاص، زي بالظبط زي تاثير الحقنه او البيستون او اللي بنقول عليه بيستون لايك افكت. الفاكيوم ده هيعمل لك ايه؟ هيقلل لك البوتوم هول بريشر، تمام. فانت يو هاف تو كونسيدر الموضوع ده جدا، تخلي بالك من السواب افكت. وليه حسابات ليه كالكوليشن او ليه ايكويشن اللي عايز يعرفها. طبعا بيعتمد على ايه؟ قلنا كل ما الكليرنس ده ما بيبقاش ذير از نو كليرنس، كل ما فرص السواب هتزيد. بيعتمد كمان على الفيسكوستي، كل ما الفيسكوستي بتاعت ال كل ما الفيسكوستي بتاعت المض او او البراين تزيد، او الجيل سترينث بتاعك يزيد، كل ما فرص السوابنج هتزيد معاك. خلاص يا جماعه، يبقى ده هيقلل لك البوتوم هول بريشر. في الحاله دي البوتوم هول بريشر هيساوي الهيدروستاتيك ناقص السواب بريشر. طبعا احنا هاو تو كنترول او بنحاول نعمله نتغلب عليه ازاي؟ ان احنا بنسحب بالراحه، تمام. يعني طبعا السرعه البولينج سبيد العاليه مع الكليرنس القليل، مع قلنا كمان الجيل سترينث والفيسكوستي، كل ده بيأثر معاك وبيقلل لك البوتوم هول بريشر. طبعا في الحاله دي ممكن تاخد كيك. والحق يعني مع ان الهيدروستاتيك بريشر بتاعك، الهيدروستاتيك بريشر بتاعك اوريدي انف، اوريدي انت اوفر بالانس، بس نتيجه السواب هتاخد كيك. وفي الحاله دي بقول عليه سواب كيك، يعني هو اوريدي المض، اوريدي المض ويت او الدينستي انف، هي اوريدي اوفر بالانس، بس نتيجه السواب ممكن تاخد سواب كيك. عكسه تماما، عكس السواب تماما السيرج. السيرج لو انت برضو بتعمل رانين هول، يبقى قلنا السواب بيحصل اثناء البول اوت فول، لكن السيرج هيحصل اثناء الرانين هول. لو انت نازل برضو ومعاك فول جيج اسمبلي، مفيش كليرنس، ونازل بسرعه والجيل سترينث عالي، هيحصل ايه؟ هيحصل بيستون لايك افكت، بس بالعكس، كانك بتعمل بريشر على او هتزود البريشر في البوتوم هول، وممكن الفورميشن تكسر معاك. في الحاله دي البوتوم هول بريشر هيساوي مين؟ البوتوم هول بريشر هيساوي الهيدروستاتيك زائد السيرج بريشر. خلاص، وقلنا ليه كويشنز ممكن نحسبه منها للي عايز يعرف. طيب، الطرق الكيلينج في الورك اوفر عندنا ثلاث طرق يا جماعه. عندنا البول هيدنج ميثود والسيركوليشن ميثود، الاثنين دول مع بعض بنقول عليهم سيركوليشن ميثود، والليبريكيت اند بليد. الليبريكيت اند بليد يعني ممكن بنسبه 99.9 ما حدش بيستخدمها طبعا، لان هي طريقه طويله ونون افيشنت، وانت بتستخدمها لو انت اوريدي ما انتش عارف. يعني الليبريكيت اند بليد مش هتستخدمها الا لو انت مش عارف تعمل بول هيدنج، او ما انتش عارف تعمل سيركوليشن. وطبعا ده مش افيلابل، يعني صعب يكون موجود دلوقتي. حتى لو انت مش عارف تعمل، لو انت مثلا مش قادر تعمل بول هيدنج لاي سبب، ماذا ما هنشرح، ما انت ممكن تقدر تعمل سيركوليشن. طب افرض ما انتش قادر تعمل سيركوليشن لان السب سيرفيس شيفت، لان مثلا الاس اس دي مستاك كلوزد، ما احنا قلنا هنعمل بانشنج، هننزل نعمل بانشنج او هنعمل ميكانيكال بانشنج او برفوريشن. فانت في النهايه بتحاول تتغلب على، يعني عندك اكتر من طريقه ان انت تقدر تسوي بيها سيركوليشن ميثود او بول هيدنج. عشان كده التكنيك ده مش موجود زي ما قلت لك الا في حالات قليله جدا، لو انت مش قادر بقى لا عادل لا تسوي سيركوليشن ولا تسوي بول هيدنج، ومثلا عندك البامب عطلانه. يعني في النهايه دي بتبقى حاجه تمبرري، الليبريكيت اند بليد دي بتبقى تمبرري، لكن هما الطريقتين الكومن هو البول هيدنج والسيركوليشن ميثود، سواء انا هعمل فورورد او ريفرس. هنبدا نشرح كل واحده فيهم. البول هيدنج يا جماعه ان حضرتك ما بتسوي، بتضخ كل الكيل فلويد بالفلويد اللي موجود داخل البير، كل ده بتدخله جوه الفورميشن. يعني انت مش بتسوي سيركوليشن، ذير از نو سيركوليشن. بول هيدنج انا بعمل بوشنج للكيل فلويد، والفلويدز اللي موجوده داخل البير كل ده بدخله
داخل الفورميشن. خلاص، طبعا هي ليها مميزات كتيره جدا، ان انت او بنستخدمها في حالات ايه؟ مثلا لو عندي اتش تو اس، من اشهر الحالات لو انا عندي اتش تو اس اتس نوت ريكومندد ان انت تسوي سيركيليشن، مش عايز انا اطلع اتش تو اس الهاي هاي ريسك جاز اطلعه على السيرفس. كمان لو انا عندي الهيدروكربون، من مميزاتها ان انت لو عندك هيدروكربون مش هتطلعه على السيرفس، والاويل اللي هيطلع لك ده مش هيجي لك على السيرفس. تمام، من اهم مميزات البول هيدنج ان انت ممكن تعمله قبل ما الريج تموف. يعني انت حضرتك ممكن تقتل البير، وشركات كتير جدا بتعمل الكلام ده قبل ما الريج تروح، لان طبعا الريج الكوست بتاعها عالي، فهو بدل ما يوقف الريج ويقعد يقتل البير مثلا يوم، ممكن بعض الابار تاخد تقتلها يوم او يومين او ثلاثه. في ابار بتبقى يعني صعبه جدا في عمليه الكيلنج، بالذات الابار اللي فيها هاي جاز اير ريشيو او فيها الجاز، بيبقى مشاكله كتيره جدا، وممكن تعمل سايكل واثنين سايكل وثلاثه سايكل لحد ما تقتل البير. فهو بيقول لك انا ممكن اوفر الريت بتاع الريج او الايجار بتاع البريمه وقت للبير قبل ما اروح. بيبعت حاجه اسمها ديكومبليشن يونت او فراك تانك، بيبعت تانك وبمب ويبدا يضخ الكيل فلويد لحد ما البير يموت معاه. دي اول طريقه اللي هي البول هيدنج. السيركيليشن ميثود زي ما قلنا ان انت بتسوي سيركيليشن. طبعا من العيب الكبير جدا في البول هيدنج يا جماعه اللي هو الفورميشن دامج، لان انت كل الفلويدز هيخش داخل الفورميشن، فهتسبب لك فورميشن دامج. طبعا من ضمن الليميتيشن بتاعتها ان انت ما تقدرش تعملها في كل الابار، لازم يكون معاك انجكتيفيتي، او لازم يكون معاك بيرمابيلتي، لازم الفورميشن انت تقدر تضخ جواها. لو مش معاك بيرمابيلتي او معاك انجكتيفيتي مش هتقدر تعمل بول هيدنج، او هتاخد وقت طويل جدا جدا. تمام، بتبقى برضه ليميتد بالفراكشر بريشر، ما ينفعش تعدي الفراكشر بريشر زي ما هنشرح. السيركيليشن ميثود هي بالنسبه كريزرفوار ميثود، هي بالنسبه لك طريقه كويسه مش هتسبب لك دامج للريزرفوار، لان انت بتسوي سيركيليشن وما فيش اي فلويد بيخش داخل البيزون، المفروض بتسيد بلجه زي ما هنشوف، وبتعمل سيركيليشن سواء نورمال او ريفرس. اللي بريكيت اند بليد هنشرحها برضو بالتفصيل. يبقى زي ما قلنا عمليه البول هيدنج ان انا ممكن اعملها قبل ما الريج يتموف، وبضخ ما فيش اي سيركيليشن، انا بضخ كل الكيل فلويد، بضخه داخل مين؟ بضخ كل الكيل فلويد، بضخه من السيرفس لحد ما ادخله داخل الفورميشن. خلاص، مين اللي بنستخدمها لما يكون عندي اتش تو اس، او مش قادر ان انا هاندل الهيدروكربون او الاويل اللي هيطلع على السيرفس ده، انا مش قادر اتعامل معاه. خلاص يا جماعه، بس طبعا في زي ما هنشرح لها تكنيك معين في ابار الغاز لازم تضخ هاي فيسكس بيلت، هنتكلم ليه، لان ممكن يحصل معاك جاز مايجريشن، وبالتالي حضرتك هتضطر ان انت تعمل اكتر من سايكل. مهم جدا الليميتيشن بتاعتك وانت بتضخ زي ما هنشرح، ما ينفعش تعلى بالبريشر، انت محكوم بالفراكشر بريشر، يو هاف تو بامب ببريشر اقل من الفراكشر بريشر، ما ينفعش تكسر الطبق، وكمان محكوم بالبرست التيوبينج برست. كل تيوبينج زي ما قلنا المانيفاكشر بيكون عامل لها سبيسيفيكس معينه، بتتحمل بريشر معين، لازم تشتغل اقل من التيوبينج برست او الليمتس بتاعتك. وطبعا البامب نفسها، يعني دي الليميتيشن بتاعتك الثالثه اللي هي الماكسيمم بامب، البامب نفسها ممكن تضخ بريشر لحد كام. طيب انت دلوقتي ايه الحسابات اللي حضرتك هتعملها في البول هيدنج؟ ايه اللي انت محتاجه لو انت داخل على بير؟ حضرتك محتاج ايه؟ محتاج تعرف ايه؟ محتاج تعرف الكيل فلويد، الوزن بتاع الفلويد اللي انا هضخه، فانت محتاج تحسب الكيل فلويد، هقتل بانهي براين؟ هقتل ب 1 بونت مثلا 1.07 1.8 يعني 1.08 ولا 1.1 دبل سبيسيفيك جرافيتي، او لو بالبي بي جي هقتل ببراين 10 ولا 11 ولا 12، الوزن بتاع الكيل فلويد. يبقى انت عايز حضرتك تحسب الكيل مود ويت او الكيل فلويد ويت، ده اول حاجه حضرتك محتاج تحسبها. تاني حاجه محتاج تحسب الفوليوم، الفوليوم اللي انت هتضخه كام برميل، يبقى الكيل فوليوم او محتاج تحسبه. محتاج تحسب البامب الانيشال سيركيليشن بريشر، او اول ضغط انا هقتل بيه، بنقول عليه اي سي بي انيشال سيركيليشن بريشر، محتاج تحسبه. ومحتاج تحسب الفاينل سيركيليشن بريشر، ومحتاج تبقى عارف حاجه اسمها الستيب داون. يعني ايه الستيب داون؟ طول ما انا بضخ البريشر هيبدا ينزل بمعدل قد ايه. تمام، الحاجات دي كلها هنشوفها ازاي بنحسبها. انت مثلا بيكون داخل على البير وليكن عندك، في حد بيسال
ماشي، احنا لسه هنشرح الناس اللي بتسأل على الريفيرس، على الفورورد سيركيليشن، لسه ما وصلنا لهاش ليه. انت اوريدي، خلينا ناخد براكتيكال كيس. انت لو داخل على بير ومعاك شاطن تيوبنج بريشر وليكن 2800 بي اس اي، وده الداتا بتاع البرفوريشنز بتاعتك، حضرتك بتعمل ايه؟ انت دلوقتي لازم، انت عايز تقتل البير، يعني عايز تقتل البير، يعني عايز اخلي الويل هيد بريشر زيرو، عايز اخلي الويل هيد بريشر زيرو. فلو انا عارف، لو انا عارف الوزن بتاع الفلويد اللي موجود داخل البير، يعني لو فرضنا مثلا الوزن بتاع الفلويد اللي موجود داخل البير وليكن مثلا 8 بي بي جي او 8 ونص بي بي جي، وات ايفر، انت لو عارف الوزن بتاعك يبقى ممكن اقول الكل فلويد ويت هيساوي مين؟ احول البريشر ده اهو، احول البريشر ده اهوت ل احوله ل لمد ويت. ازاي؟ ان انا بقسمه على الثابت في تروفيرتيكال ديبس، يعني بقسم الرقم ده اهو. انت لما تيجي تحسب، لو حبيت تحسب اي كيل فلويد ويت يا جماعه، اي كيل فلويد ويت هيساوي مين؟ بتقسم الشاطن تيوبنج بريشر على الثابت في التروفيرتيكال ديبس. خلاص؟ يبقى انت كده حولت البريشر، البريشر ده حضرتك حولته الايكويفالنت مد ويت، بالاضافه الى الاوريجينال اللي موجود عندك. يعني قلنا لو ده مثلا لما تيجي تحوله الايكويفالنت هيطلع 2 بي بي جي مثلا، وانت عندك ده كان 8 ونص، يبقى حضرتك هتقتل ب 10 ونص بي بي جي. طبعا في الحاله دي حضرتك ما زودتش اوفر بالانس، المفروض لما تيجي تحسب زي ما قلنا بنزود حوالي 200 بي اس اي اوفر بالانس. لما تيجي تحسب الكيل ماد ويت هتزود مقدار الاوفر بالانس بتاعك. يبقى انت اول حاجه هتعملها ان انت هتحول، هتحسب الكيل ماد ويت. هتحسبه ازاي؟ ان انت لو انت معاك الفورميشن بريشر خلاص، حول الفورميشن بريشر، وده بيكون عارفه ازاي؟ انت بتكون عارفه، المفروض ده بيكون جاي لك من البرنامج او الريزرفوار بيديهولك من ضمن الريزرفوار داتا من اخر بوتوم هول ستاتيك سيرفي، لازم بتكون عارف الريزرفوار بريشر. فلو انت عارف الريزرفوار بريشر اقدر احوله للايكويفالنت ماد ويت، ان انا بقسم الريزرفوار بريشر ده بقسمه على الثابت في الترو فيرتيكال ديبس، بس باخد انهي ترو فيرتيكال ديبس؟ بتاع التوب برفريشن. لما اجي احسب اخد التوب برفريشن، ما اخدش على البوتوم برفريشن، اخد التوب برفريشن. كل ما اخد على التوب برفريشن كل ما هيديني اوفر بالانس اكتر. يبقى لما اجي احسب الكيل ماد ويت بستخدم الترو فيرتيكال ديبس بتاع مين؟ بتاع التوب برفريشن. يبقى انت كده حضرتك قدرت تحسب الكيل ماد ويت، تبدا تحسبها، تبدا تجهز في التنكات بتاعتك البراين اللي انت محتاجه. طب الفوليوم بقى اللي انا محتاجه، الفوليوم هيبقى من السيرفس، هتحسب من السيرفس تيوبنج فوليوم لحد البوتوم برفريشن. يعني هتحسب الفوليوم بتاع التيوبنج زائد الجزء ده هوت بتاع الكيسنج اللي بنقول على الريت هول، من هنا من عند الاند اوف تيوبنج لحد البوتوم برفريشن، هتشوف الكباستي ده زائد الكباستي بتاعت ال زائد الكباستي بتاعت التيوبنج. يبقى انت كده حسبت ال الفوليوم اللي انت هتضخه. خلاص؟ يبقى كده ده الكل فلويد فوليوم اللي انت حضرتك هتضخه. طيب باقي لك تحسب ايه؟ باقي لك تحسب الانيشال سيركوليشن بريشر. الانيشال سيركوليشن بريشر قلنا حضرتك ما ينفعش تعدي مين؟ ايه هي الليميتس بتاعتك؟ قلنا الليميتس بتاعتك الفورميشن ايه؟ الفراكشر بريشر. خلاص يا جماعه؟ الانيشال الماكسيمم انيشال سيرفيس بريشر هيساوي مين؟ ما ينفعش تعدي الفراكشر بريشر. يبقى اعلى بريشر او اللي انت حضرتك ما ينفعش تعديه هيساوي الفراكشر بريشر ناقص الهيدروستاتيك، لان الهيدروستاتيك اوريدي موجود معاك. فاهمين؟ يعني انت مثلا لو عندك الفراكشر بريشر 6000 بي اس اي، انت لو وصلت ل 6000 بي اس اي الطبقه هتكسر معاك. انت اوريدي معاك هيدروستاتيك اصلا في البير 4000 بي اس اي، يبقى انت الماكسيمم بتاعك على وانت اثناء البامبنج ما ينفعش تزيد عن 2000 بي اس اي. خلاص؟ يبقى لازم تحسب برضه الانيشال سيركيليشن بريشر اللي هو الليمتس بتاعتك الفراكشر بريشر ناقص الانيشال هيدروستاتيك بريشر. ده كلمه خاصه بمين؟ بالفراكشن. وفي نفس الوقت برضه حضرتك لازم تشتغل، تكون لازم الرقم ده يكون اقل من، لازم الرقم ده يكون اقل من البارس. يعني انت محكوم عندك اثنين ليميتس، عندك الفراكشر بريشر لازم تكون اقل منه، وعندك الليميت الثاني اللي هو مين؟ الليميت الثاني اللي هو الفراكشر بريشر. خلاص يا جماعه؟ طب بالنسبه للفاينل، في الفاينل سيرفيس بريشر، الفاينل سيرفيس بريشر برضه هيساوي الفراكشر، ما ينفعش الفورميشن فراكشر بريشر ناقص في الحاله دي، في نهايه السيركيليشن البير اصبح مليان بمين؟ البير اصبح مليان بالكيل فلويد، يبقى احسب الهيدروستاتيك بتاع الكيل فلويد. واضح؟ يبقى الانيشال سيركيليشن بريشر بتاعك هيكون الفراكشر بريشر ناقص الهيدروستاتيك اللي هو الانيشال. طيب الماكسيمم او فاينل سيرفيس بريشر هيساوي الفراكشر ناقص الهيدروستاتيك في نهايه السيركيليشن اللي هو مين؟ هستخدم الكيل فلويد في الحاله دي. طيب
يعني نفس الكلام ده اللي موجود عندك، ان انت لازم تكون عارف الفورميشن بريشر وتبدا تحولها للكيل فلويد، وطبعا بتزود مقدار الاوفر بالانس بتاعك. وقلنا الليمتس بتاعتك عندك اتنين ليمتس، عندك الليمت الاولاني شايفين الكيرف ده، الكيرف ده الكيرف ده الكيرف ده بتاع البرست، حضرتك ما ينفعش تعدي البرست، ولا الكيرف الثاني ده بتاع الفراكشر، ده الكيرف ده بتاع الفراكشر، حضرتك لازم تشتغل تحت الايه، تحت التو ليميتس دول. يبقى انت بتحسب الماكسيمم بريشر، الماكسيمم والانيشال بريشر بتاعك بالنسبه للفراكشر، وكمان بتحسب بالنسبه لايه، للبرست. ولازم تشتغل اقل من الاثنين ليميتس دول. طب افرض وانت بتضخ بقى، افرض وانت طبعا ده هيعتمد على ايه يا جماعه، البريشر البامبنج بريشر هيعتمد على ايه؟ البامبنج بريشر هيعتمد على الحسابات بتتم، بيبقى عندك معاك اكسل شيت، معظم الشركات الشباب اللي بيسالونا حسابات كل شركه بيكون عندها اكسل شيت، بتتم بتعملها، بيكون عندك اكسل شيت لكل شركه بتحسبها بيه يعني. لكن انا هقول لكم على اللي بيحصل براكتيكالي بقى. غالبا اللي بيحصل براكتيكالي، البراكتيكالي اللي يهمك ان انت حضرتك، هقول لك معلومه جدا، 80 بالنسبه في البول هيدنج، احنا في اوقات كتيره بنبقى عارفين الليمتس بتاعتنا بتاعت الفراكشر، كده كده انت ما بتوصلش للبرست، لان البرست بيكون عالي شويه على حسب طبعا نوع التيوب. لكن اللي هي المعلومه اللي انا عايز اقول لك عليها، ان انت حضرتك مش بتشتغل على البريشر وبس، لا انت بتشتغل كمان على الريت. يعني ايه الريت؟ افرض الفورميشن البرمابيلتي بتاعتها قليله، يعني الفورميشن مفتوحه، فاهميني؟ افرض الفورميشن اللي عندك البرمابيلتي بتاعتها قليله، وانت بتضخ البريشر مش بيرفع معاك، خلاص ما تجيش تقول لي ساعتها هشتغل مثلا بريت قليل وليكن 500 مثلا لتر بير مينيت، لا ساعتها حضرتك اشتغل على الماكسيمم فلوريت، يعني شوف الماكسيمم فلوريت بتاع البامب واشتغل عليه. النقطه دي مهمه جدا، ليه؟ لان زي ما هنشرح، لان انت بيكون عندك بالذات في ابار الغاز، ابار الغاز، الغاز بيبقى عايز الغاز بيطلع، سرعه الغاز او الجاز فيلوسيتي اعلى من الكيل فلويد. يعني انت دلوقتي انت حضرتك بتضخ الغاز، بتضخ الكيل فلويد والغاز طالع معاك، طبعا الغاز فيلوسيتي اسرع من الكيل فلويد فيلوسيتي، فلو انت اشتغلت بريت قليل هيضطر هيحصل عندك جاس شانلنج، وهتضطر بعد كده هتلاقي الكيل فلويد يوصل معاك لحد البوتوم بيرف بس لسه ستيل عندك غاز، فتضطر ان انت تعيد السايكل تاني، تضطر ان انت تعمل سايكل تاني. عشان كده في ابار الغاز، في ابار الغاز وي ريكومند ان احنا نستخدم هاي فيسكس بيلت، يعني ما يكون عندك بير، انت داخل على بير وانت عايز تسيت البير ده من اول مره، فهتقوم جاي تضخ 2 كيوب او 3 كيوب، طبعا ده بالاكسبيرينس، من الهاي فيسكس بيل. الهاي فيسكس بيل هو زي قلنا زي بيله بيكون الفيسكوستي بتاعتها عاليه طبعا، لكن انت طبعا البراين الفيسكوستي بتاعته مش عاليه، لان البراين هو عباره عن ميه وملح، فانت هتضخ الهاي فيسكس بيل الاثنين او 3 كيوب، وبعدين تضخ وراهم مباشره فولد ويز الكيل فلويد. فائده الهاي فيسكس بيل ان هي هتعوق لك حركه الغاز، هتخلي لك الغاز يتحرك بصعوبه، تمام؟ فمش هيحصل عندك جاش شانلنج، وبالتالي هتكون نجحت ان انت قتلت البير من اول مره. طيب حضرتك برضو بتكون بتعمل حاجه اسمها ستيب داون. يعني ايه ستيب داون؟ انت حسبت الاي سي بي اللي هو الانيشال سيركيليشن بريشر والفاينل سيركيليشن بريشر عرفته، وليكن مثلا في الاكزامبل ده هو حسب الاي سي بي طلع ب 2200 اللي هو اول ضغط اللي هو الانيشال سيركيليشن بريشر، والفاينل سيركيليشن بريشر طلع ب 800 بي اس اي. يبقى انت اول ما بتبدا بامب البريشر المفروض هيوصل معاك ل 2200 بي اس اي، والانيشال سيركيليشن بريشر والفاينل سيركيليشن بريشر هيكون 800 بي اس اي. ممكن حضرتك تحسب حاجه اسمها ستيب داون. يعني ايه ستيب داون؟ يعني تقسم البريشر دروب لستيبات لدرجات، تقسمه مثلا احنا غالبا بنستخدمه كبراكتس بيبقى 10 ستيب. يعني انا بقول البريشر هيبدا كاني بقسم المعدل الانخفاض ل 10 ستيبات، فلو انت هتحسبه ازاي؟ هتقول ال 2200 ناقص 800 هيطلع معاك 1400 بي اس اي، تقسم ال 1400 بي اس اي يعني 140 بي اس اي، خلاص؟ يبقى انت كل ستيب البريشر هينزل معاك 140 بي اس اي. فائده الكلام ده ايه؟ ان انت بتتابع البريشر وانت نازل. انت هتحسبه ازاي؟ هتحسب برضه، هتحسبه ازاي؟ انت عندك بيكون عندك على البمب، على البمب عندك حاجه اسمها الاستروك كاونتر، عدد الاستروكات، فانت وانت بتضخ بتكون عارف انت ضخيت كام برميل، وانت عندك اوريدي حاسب الكباستي، ما احنا عارفين الكباستي، ما احنا قلنا بنحسب الفوليوم ازاي؟ قلنا الفوليوم بيساوي التيوبنج فوليوم زائد الفوليوم بتاع الرات هول من عند الاند اوف تيوبنج لحد التوب برفوريشن، فانا عارف الفوليوم اللي انا هضخه، انا عارف ان انا هضخ مثلا 50 كيوب،
اللي هم او مثلا 20 كيوب وات ايفر على حسب الدبس بتاع البير. انت حاسب في الاول الفوليوم بتاعك، فانت هتقسم ال 20 كيوب دول تقسمهم برضو على 10 ستيبات، بحيث ان انت تكون متابع الايه البريشر ده، بنقول عليه سكيدول بامبنج سكيدول بريشر او ستيب داون، بتكون متابع البريشر وانت نازل. طبعا ده المشكله اللي احنا قلنا عليها، مشكله الجاشن، اللي انت حضرتك بتكون بتضخ الكيل فلويدز والغاز بيحاول يطلع، فاهمني؟ طبعا فالكيل فلويد هيطلع، بس ستيل هيكون عندك غاز موجود عندك في السيستم، وده بيبقى مزعج جدا، هتضطر ان انت تعمل سايكل تاني. فعشان تتغلب على المشكله دي زي ما قلنا، ان انت لازم تضخ بريت عالي اعلى من الجاز فيلوسيتي، وفي نفس الوقت تضخ هاي فيسكس بلك. في الفورورد سيركوليشن انا بضخ من تيومينج وباخد الراجع منين؟ من انرس. طبعا لازم يكون الاس اس دي مفتوح، او لو عندك سايد لازم يكون عندك كوميونيكيشن وسيله. فانت الاول بتنزل تفتح الاس اس دي بالشيفتنج تول، او لو هو ستاك كلوز ممكن تعمل بانشنج زي ما قلت، وبتبدا تعمل فورورد سيركوليشن. في بعض ويفضل ان انت تحط بلج هنا. طبعا انا الفكره كلها ان انا مش عايز اضخ كيل فلويد، مش عايز اضخ كيل فلويد داخل مين؟ داخل الفورميشن. فبحط بلج واير لاين بلج اقفل مين دي. طبعا واير بلج واير لاين بلج دي هنحطها فين؟ هنحطها في النبلز اللي احنا قلنا عليها امبارح، اللي هي الفلو الاكس ان اكس نبل، او اي نبل موجود عندك هتحط فيه بلج، وتبدا تعمل ايه؟ سيركوليشن لحد ما تعبي التيوبنج والانولس بالكيل فلويد. طبعا الطريقه دي مش محببه. ليه مش محببه؟ يعني معظم الشركات بتستخدم الريفرس، لان انت في النهايه انت هنا عمال تدخل، تخيل التيومنج هنا عندك الانولس ده يا جماعه بيكون مليان ببكر فلويد. البكر فلويد ده بيكون نظيف، يعني هو عباره عن ميه وعليها بكتيريا سايت او كروجن كنترول. فانت في حاله الريفرس في الفورورد سيركيليشن انت بتدخل بتعبي الانولس، بتعبيه بهيدروكربون، فاهميني؟ يعني هيحصل هنا كونتامينيشن. وطبعا وفي نفس الوقت الكيل فلويد الهيدروكربون مش هيطلع عندك، انت الوقت عمال تضخ كيل فلويد، انت بتضخ كيل فلويد من هنا. فاللي هيجي لك راجع مين؟ اللي هيجي لك في الاول راجع مش هيجي لك مباشره الهيدروكربون، اللي هيجي لك في الاول اللي هيجي لك في الاول مين؟ هيجي لك الباكر فلويد، خلاص؟ وهيحصل عندك كونتامينيشن. على عكس تماما مين؟ على عكس ال الريفرس سيركوليشن. في الريفرس سيركوليشن انت اول ما بتضخ بيطلع على طول معاك المين، اول ما بتضخ من هنا الكيل فلويد بيطلع معاك على طول مباشره الهيدروكربون، يعني انت بتبدا تقتل بير ايه مباشره، وتقدر تعمل بريدكشن او توقع ليه. تقدر تعمل توقع للبريشر بتاعك، تمام؟ في اوقات كتير جدا كمان يا جماعه الكومبليشن فلويد ده بيكون تقيل، الوزن بتاعه بيكون طويل. فلما انت بتيجي تعمل ريفرس سيركوليشن البامب يعني انت لو تخيل لو انا بعمل ريفرس سيركوليشن وعندي البكر فلويد ده تقيل هيفي، فلما اجي اعمل بامبنج ايه اللي هيحصل؟ البامب بريشر هيكون قليل، لان هنا في حاجه اسمها اليوتيوب. اليوتيوب هيكون بيساعد معاك، فاهمني؟ لو انت عندك كومبليشن فلويد هيفي تقيل، فلما تيجي تعمل ريفرس سيركوليشن اليوتيوب بيساعد معاك. الهيفي فلويد اللي انت بتعمل له سيركوليشن ده بيساعد معاك، بيساعد البامب، فبالتالي بيقلل لك السيرفس بريشر. فطبعا دي من مميزات الريفرس سيركوليشن. على عكس مين؟ على عكس الفورورد سيركوليشن هتدي لك هاي سيرفس بريشر. وزي ما قلنا الانفلكس بيكون بنسب كومبريشن فلويد، يعني انت حضرتك عمال تضخ و الانفلكس تحت او الهيدروكربون تحت، على عكس تماما لما بتيجي تعمل ريفرس سيركوليشن. لما انت بتيجي تعمل ريفرس سيركوليشن انت اول مع اول برميل بتضخه، مع اول برميل بيبدا يطلع معاك الايه؟ الهيدروكربون و لو سيرفيس بريشر. طبعا لازم يكون زي ما قلنا معاك الاس اس دي مفتوح او عامل بانشنج، ومعاك الواير لاين بلاج. طيب طبعا ده شكل الكيرف وانت بتقتل، بيكون بيبان معاك الايه؟ اول بيبان بيكون معاك الكيسنج بريشر، بيبان معاك أو اول ما الغاز يطلع هتلاقي بمجرد ما بتعبي البير بالكيل فلويد، ساعتها البامب بريشر بيكون ايه؟ بيبقى اولموست ثابت، لان انت عمال تضخ كيل فلويد وبيطلع لك من الناحيه الثانيه كيل فلويد، فاهمني؟ ففي الحاله دي
البامب بريشر هيكون ثابت. طيب الليبريكيت اند بليد بقى، قلنا الليبريكيت اند بليد هي مش براكتيكال، وعشان كده بقول عليها طريقه الترناتيف. قلنا انا في الطبيعي يا اما هعمل بول هيدنج يا اما هعمل سيركوليشن ميثود. طيب لكن احنا هنشرحها برضو لان موجوده في الكتب، لكن انا بقول لكم كبراكتيكال 99% ما حدش بيستخدم الليبريكيت اند بليد. لكن هنفرض مثلا ان انت مش قادر لا تسوي لا برفوريشن، لا تعمل لا بول هيدنج، ولا قادر ان انت حضرتك تعمل سيركيليشن. احنا قلنا طبعا ده مش افيلبل. حتى في بعض الشركات لو هو مش قادر بينزل بكول تيوبنج ويعمل سيركيليشن للبير بالكول تيوب. فدي عملناها كتير جدا، لو انا عايز اقتل البير ساعات بنزل اقتله بالكول تيوب. فاللي انا عايز اقول لكم ان براكتيكال الطريقه دي مش كومن. لكن احنا لو فرضنا، تخيل بقى لو انا عندي مثلا ما عنديش بكر وعندي غاز هنا. الغاز ده ايه اللي بيحصل له يا جماعه؟ بيحصل له حاجه اسمها ايه؟ جاز مايجريشن. الغاز هيبدا يتحرك لان الكثافه بتاعته عاليه، فهيبدا يرفع لي البريشرات هنا. فهتلاقي الشاطن كيسنج بريشر والشاطن تيونج بريشر، البريشرات عماله ترفع معاك. فحضرتك في الحاله دي لو انت مش قادر تعمل كيلينج، ما ينفعش تفضل قاعد تتفرج وتخلي البريشرات عماله ترفع معاك لحد ممكن ما توصل لحاجه اسمها الماسب او الماكسيمم الاوبل سيرفيس بريشر. الماسب ده اللي هو اللي ممكن الطبقه تكسر عنده، لان احنا قلنا انت لو وصلت للفراكشر بريشر الطبقه الفورميشن هتكسر. طبعا نتيجه ان الغاز بيحصل له اكسبانشن، الغاز بيحصل له ميجريشن، وانت قافل البير الغاز بيطلع، وانت نوت الاوت تو اكسباند، انت مش هديله فرصه ان هو يحصل له اكسبانشن. فايه اللي هيحصل؟ هيبدا يزود لك مين؟ هيبدا يزود لك السيرفيس بريشر لحد ما ممكن توصل للمزج او اللي هو الماكسيمم الاوبل سيرفيس بريشر، والفورميشن بتاعتك تكسر. فاحنا قلنا ان احنا في الطبيعي مش بنقلاو الموضوع ده يحصل، بس لو فرضنا ان حصل الموقف معاك ساعتها لازم تقوم بالليبريكيت اند بليد. الليبريكيت اند بليد ببساطه هي متقسمه لجزئين، متقسمه لفريومتريك ميثود وبعدين لبريكيت اند بليد. يعني لازم الاول حضرتك تطلع الغاز، لازم الغاز تخلي الغاز يوصل لحد هنا. لازم الاول حضرتك تخلي الغاز يطلع. طب هتخلي الغاز يطلع ازاي؟ ان انت هتبدا تعمل بليد، هتبدا تبلد شويه، هتخلي يعني هتبلد مض، والبريشر هيبدا يرفع معاك، الشاتن كيسنج بريشر هيبدا يرفع معاك، وبعدين تعمل ستيب تانيه تبلد كمية معينة والبريشر هيفضل يرفع معاك. هتفضل تبلد تبلد لحد ما، طبعا انا ببلد ليه؟ ما انا ببلد عشان اوريدي السيرفيس بريشر زاد معايا، لكن انا بقلل الهيدروستاتيك بريشر عن طريق ان انا بعمل بليد لمين؟ للفلويد اللي موجود هنا. خلاص؟ يبقى انت هتبدا تعمل فوليومتريك ميثودز الاول، بحيث تخلي الغاز يطلع معاك من البوتوم لحد ما يوصل لمين؟ لحد ما يوصل لتحت البي او بي. ده الستيب الاولانيه. الستيب الثانيه ان انت بتعمل لبريكيت اند بليد. لبريكيت اند بليد بقى بتضخ كميه معينه، احنا بنكون حاسبينها كميه معينه. يبقى انت الاول هتعمل بليد، بتعمل بليد لايه في اول ستيب؟ بتعمل بليد للمض اللي موجود هنا او الفلويد اللي موجود هنا لحد ما وطبعا السيرفيس بريشر هيزيد معاك والغاز هيطلع لحد السيرفيس. ده اول طريقه اللي هي الفوليومتريك ميثود. بعدين تعمل لبريكيت اند بليد، بتضخ بقى، هتبدا تضخ حضرتك مين؟ هتضخ المض اللي هو الكيل فلويد مض وتبلد الغاز. خلاص؟ لكن في الفوليومتريك ميثود انت مش بتبلد غاز، انت بتبلد زي ما قلنا بنبلد الفلويد اللي موجود هنا. قلنا بنستخدمها امتى؟ قلنا لو انا مش عندي مشكله طبعا، زي مثلا الدريل سترنج ستاك، عندك مشكله في البامب، حضرتك ما انتش قادر تستخدمها، وزي ما قلنا مش بنعتبرها از كيل، از كيل ايه؟ او السيركيليشن از امبوسيبل، مش بنعتبرها ككل ميثود. وحصل زي ما قلت لك، حصل عندك جهاز مايجريشن والبريشرات عايزه تزيد. طيب حضرتك هتعمل ايه بالظبط في الخطوات بتاعتها؟ انت دلوقتي زي ما قدامك عندك هنا مثلا، وليكن انت مسجل البريشر عندك هنا، البريشر كام؟ البريشر في الدرير بايب 500 بي اس اي، والبريشر هنا 700 بي اس اي في الكيزنج. خلاص؟ كل اللي حضرتك هتعمله ايه؟ انت الجهاز كده كده الجهاز بيحصل له مايجريشن، فانت هتسمح للغاز ان هو يحصل له مايجريشن، ان البريشر يزيد بمقدار 100 بي اس اي. خلاص؟ هتسمح ان البريشر هتسمح هتفضل مونيتور وتخلي وتقلله الجهاز يحصل له اكسبانشن، يعني انت بس بتمونيتور وبتسجل البريشر. طيب البريشر لما يزيد معاك الكيسنج الدرير باي بريشر هيزيد معاك بمقدار 100 بي اس اي، هيبقى 600 بي اس اي. و الشاتن كيسنج بريشر زاد معاك، وصل لكام؟ زاد برضه بمقدار 100، بقى هنا في الحاله دي 800 بي اس اي. ال 100 بي اس اي دي انت هتحافظ عليها، تخليها اوفر بالانس، هتسمح برضه ان هو يزيد بمقدار، هتستنى عليه
يزيد تاني بمقدار 100 بي اس اي تانيه، هتستنى يخليه يزيد بمقدار 100 بي اس اي تانيه. يعني احنا هنشتغل استبات، الاستيب دي انت ممكن تخليها 50 بي اس اي او 100 بي اس اي على حسب برضو ايه البروجرام. فهنا في الاكزامبل ده هو شغال ب 100 بي اس اي. اول ستيب قلنا، اول ستيب عملها ان هو خلى البريشر يرفع منين؟ البريشر يزيد 100 بي اس اي. ال 100 بي اس اي الاولانيه اللي هي مقدار اللي احنا بنقولها هتبقى الاوفر بالانس بتاعك، وبعدين هيسمح ان الضغط يزيد بمقدار 100 بي اس اي ثانيه. ال 100 بي اس اي دي بقى انا هعمل لها بليد خلاص، هيبدا يبلد بعد كده. يبدا يفتح، هيبلد منين؟ من على التشوك، عندك على التشوك على السيرفيس تبدا تبلد، البريشر هيبدا ينزل معاك. خلاص يا جماعه، يعني انت الاول عندك اهو البريشر كان الاول 500، او نجيبها من الاول. ده الريكورد اللي انت سجلته. انت سجلت من على الشاتن كيسنج بريشر والشاتن تيوبنج بريشر، دي القراءات اللي انت سجلتها. احنا قلنا بنعملها ليه؟ لان الجهاز هيحصل له ميجريشن والبريشر ده هيزيد، فانا مش هينفع اسيبه يزيد لحد ما نوصل للماز او اللي هو الماكسيمم او الابو سيفر بريشر. طب اعمل ايه؟ اشتغل استبات. قلنا اول ستيب هخلي البريشر يزيد بمقدار 100 بي اس اي. خلاص، هخلي البريشر يزيد بمقدار كام؟ 100 بي اس اي. ففي الحاله دي تيوبنج هيد بريشر هيوصل معايا ل 600 بي اس اي، وطبعا الكيسنج بريشر برضه هيزيد بنفس القيمه، وارجع تاني اخليه يزيد تاني كمان 100 بي اس اي. يبقى في الحاله دي التيوبنج هيد بريشر هيوصل لكام؟ هيوصل ل 700 بي اس اي، والكيسنج هيد بريشر هيوصل ل 900 بي اس اي. انا لحد دلوقتي ما عملتش اي بليد، ابدا بعد كده اعمل بليد. لما انا اعمل بليد، هعمل بليد لمين؟ هعمل بليد للفلويد اللي موجود داخل البير. انا مش ببلد دلوقتي خالص غاز، الغاز موجود تحت، انا عايز اطلع الغاز لحد ما يوصل لمين؟ لحد ما يوصل ل لحد ما يوصل لتحت البي او بي. خلاص، في الحاله دي هعمل، لما اعمل بليد هعمل بليد بمقدار مين؟ بمقدار ال 100 بي اس اي. فساعتها في الحاله دي الشاتن تيوبنج هيد بريشر هيكون وصل لكام؟ هيبقى 600 بي اس اي. وهفضل شغال بالطريقه ديت لحد ما الغاز بتاعي يوصل لحد فين؟ لحد ما الغاز يوصل لحد مين؟ لحد اللي بنقول عليه تحت البي او بي. خلاص، يبقى الحاله ديت يا ريت الشباب اللي فاتحين الكاميرا يقفلوها. الحاله دي اللي هي ايه؟ الفوليومتريك ميثود. خلاص يا جماعه، يبقى الفوليومتريك ميثود هفضل اعمل لو الكيسنج بريشر يزيد، وبعمل بليدنج، بعمل بليدنج باستبات لحد ما الغاز يوصل لمين؟ لحد ما الغاز يوصل لحد ما الغاز يوصل هنا بالظبط تحت البي او بي. يبقى في الحاله دي كده خلاص انا خلصت مين؟ فوليومتريك ميثود. ابدا بعد كده اعمل مين؟ اعمل اللوبريكيت اند بليد. اللوبريكيت يعني ايه؟ اضخ كميه مط واعمل بليد، بس في الحاله دي هعمل بليد لمين؟ للغاز. طب انا هضخ كميه قد ايه؟ برضو بيبقى لها حسابات حضرتك. بالاول انت بتكون عارف الكيل فلويد اللي انت هتضخ بيه. الكيل فلويد ده بيكون ليه جريدينت، يعني انت شغال مثلا هتقتل ببراين مثلا وليكن 10 او 11 بي بي جي، فانت عارف الجريدينت بتاعه. هتحسبه ازاي؟ بتقول الثابت في الكيل فلويد ده الكيل، تحسب الجريدينت ده هتجيبه منين يا جماعه؟ بتقول الجريدينت بيساوي الوزن بتاع البراين في الثابت. خلاص، تقسمه على الانولس كباستي. يبقى انت كده جبت مين؟ يبقى انت كده حضرتك حسبت مين؟ لما تقسم البي اس اي بير فيت على البارل بير فيت، يبقى انت كده حسبت اللي هو الايه؟ الهيدروستاتيك بريشر لكل برميل، يعني او انت حسبت البي اس اي بير برميل. يعني معنى ايه الكلام ده؟ كل ما اضخ كام برميل هيعمل لي هيدروستاتيك قد ايه؟ فاهمين يا جماعه؟ ده مقدار، ده اللي هو الهيدروستاتيك بريشر لكل برميل. فانت هتكون حضرتك بقى هتكون شغال برضو اسبير، ممكن تشتغل كل يعني ديت القيمه دي انا هعملها مثلا، هثبتها، هقول انا هضخ كل مثلا كل ستيب برميل، كل ستيب كل مره هضخ برميل بس، او ممكن تضخ برميل ونص وات ايفر يعني. المهم الرقم ده انت اللي حضرتك هتختاره، ممكن تضخ برميل او برميل ونص. منين؟ من الكيل فلويد. طيب لما انت حضرتك تضخ برميل او برميل ونص، ولكن مثلا هنشتغل برميل ونص، لما انت حضرتك تضخ برميل ونص، البرميل ونص ده مش هيعمل لك هيدروستاتيك داخل القنص. فانا عايز اعرف الهيدروستاتيك اللي هو هيعمله هيعمل لي كام بي اس اي، هحسبه من المعادله دي. يبقى الهيدروستاتيك بريشر الناتج عن الكميه، عن البرميل ونص اللي انا هضخه، هحسبه منين؟ هيساوي الفوليوم اللي انا هضخه في الهيدروستاتيك بريشر بير بارل. هجيب الهيدروستاتيك بريشر بير بارل منين؟ هجيبه من المعادله دي، اقسم الجريدينت على الانولار كاباسيتي. خلاص يا جماعه، في الحاله دي يبقى انا عرفت خلاص كل مثلا برميل ونص هضخه
هيعمل لي بريشر قد ايه. يبقى انا في الحاله دي هعرف البريشر اللي انا هوصل، المفروض البريشر هينزل معايا. لو البريشر مثلا كان الانيشال شوتنج كيسنج بريشر 2000 بي اس اي، يبقى المفروض البريشر ده ينزل بمقدار القيمه دي. تمام يا جماعه؟ الفكره كلها ببساطه، يعني حتى لو الحسابات صعبه بالنسبه لك، انا الوقت طلعت الغاز لمين؟ الغاز موجود هنا على السيرفيس، الغاز موجود هنا، انا عايز بقى خلاص اطلع الغاز ده واعمل له ريبليس بالكيل فلويد. اعمل له ريبليس ازاي؟ ان انا هضخ استبات، هضخ برميل ونص. طيب لما انا اضخ برميل ونص، هضخ برميل ونص مين؟ حضرتك هتضخ برميل. طبعا ايه اللي هيحصل لما انا اضخ برميل ونص؟ الغاز خفيف، فالغاز هيبقى فوق والكيل فلويد هينزل تحت، يعني الكيل فلويد هيبقى موجود هنا، الغاز هيبقى موجود هنا. طيب لازم اقلل البريشر، لازم البريشر اخليه ينزل معايا. هينزل معايا بمقدار قد ايه؟ بمقدار الهيدروستاتيك بريشر اللي حضرتك ضخيته، اللي هو بتحسبه من المعادله دي. ماشي يا جماعه؟ يعني انت حضرتك المفروض البريشر هينزل من الشوتنج كيسنج بريشر للتارجت بريشر بتاعك، وهيبدا البريشر ينزل معاك لحد ما يوصل لحد ما تقفل الدي. طبعا الطريقه دي طويله جدا جدا، لان انت بتقعد تضخ وبعدين تبلل، تضخ وتبلل وتشتغل استبات. فعشان كده قلت لك الطريقه دي مش براكتيكال، وقبلها طبعا هكون اشتغلت في الفوليومتري. لكن هما الثلاث طرق اللي بيستخدموا، قلنا البول هيدنج، ودي اسرع طريقه وكومن جدا لو ما فيش اي، مثلا بالذات في حاله الاتش تو اس او الهيدروكربون او الريزرفوار ما عندوش مشكله. ومعظم الشركات بتقول لك حتى لو انا عملت بول هيدنج وعندي فورميشن دامج، طب ما انا كده كده هعمل اسيد ستيميليشن. فمعظم الشركات بتفضل تستخدم البول هيدنج، او لو انت ما عندكش اتش تو اس ممكن تستخدم السيركوليشن ميثود، ما فيش اي مشكله. طيب احنا قلنا من ضمن التكنيكس الخاصه بيه، احنا كده بقى لنا قد ايه يا مصطفى؟ الساعه كام؟ أستاذ أقرب للساعة اوكي. تقريبا ساعة. احنا قلنا هنتكلم شويه عن الاستيميليشن، الاسيدايزنج او الاسيد تريتمنت. احنا قلنا عندنا لو حصل عندي فورميشن دامج، الفورميشن دامج ده ممكن ليه اسباب كتير جدا، زي سولز انفيشنز. السولز ده هتكون جايه منين؟ السولز دي جايه من المض اللي موجود عندك، او البراين اللي موجود عندك. حصل عندك لوسز اثناء عمليه البرفوريشن لو انت شغال اوفر بالانس، نتيجه ان في حاجه فيش انكومباتيبلتي او عدم توافق بين الكيل فلويد والفورميشن، فبيحصل تفاعل وبريسبيتيشن وترسبات. الووتر بلوكس زي ما قلنا، الاورجانيك ديبوزيشنز، لو انت مثلا عندك كلي، الكلي ده عامل زي الشيلز وحصل له، وانت عرضته الميه فحصل له سويلنج، يعني لاي سبب من الاسباب حصل عندك فورميشن دامج. فحضرتك هتبدا تتعامل ازاي؟ لازم تعمل قلنا ستيميليشن. طيب بالنسبه للاسيد، اللي انا عايزك تعرفه ان الاسيدايزنج ثلاث انواع. الاسيدايزنج ثلاث انواع. النوع الاولاني اللي هو الاسيد ووش. ايه الاسيد ووش؟ في الحال الاسيد ووش انا مش بدخل فلويد او بعمل سكويز لفلويد داخل الفورميشن. خلاص يا جماعه، الاسيد ووش انا بس بعمله من والبير، يعتبر والبير ايه؟ مفتوح. خلاص يا جماعه، الفكره كله ان انا اللي هو الويلبور اسيد تريتمنت ديزاين تو ريموف السكيل، عايز اعمل ريموفينج السكيل فروم البرفريشن والويل كومبليشن، بس من غير ما اعمل مين؟ من غير ما اعمل سكويز، يعني من غير ما اعمل سكويز او انجكشن داخل الايه؟ الريزرفوار. كاني بعمل له سبوت والبير مفتوح. بالظبط كده، الاسيد ووش بعمل له سبوت والبير مفتوح. ففي الحاله دي انا بس بعمل له سبوتنج، يعني باجي قصاد البرفريشن واعمل له سبوت. خلاص، يبقى ده بنقول عليه ايه؟ اسيد ووش. لكن لو انا قفلت البير وابتديت اعمل سكويز، اعمل بول هيدنج واضخ داخل الفورميشن ده، بقول عليه ايه؟ بقول عليه بعمل انجكشن للاسيد داخل الفورميشن، بقول عليه ايه؟ ماتريكس اسيدايزنج. بس لازم يكون البريشر بتاعي اقل من الفراكشر بريشر. ما دام انا ما كسرتش الطبقه يبقى ده بقول عليه ماتريكس اسيدايزنج. طب افرض انا وصلت البريشر اعلى من الفراكشر بريشر، يبقى بقول عليه اسيد فراك. يبقى انا عندي لما اجي اقول عندي كام تكنيك من الاسيدايزنج، عندي الاسيد ووش. الاسيد ووش ان انا بس بقى عايز اشيل السكيل او الدامج اللي موجود في البرفوريشن من غير ما اعمل انجكشن، مش هعمل انجكشن داخل الفورميشن، ده اللي هو الاسيد ووش. اما الماتريكس اسيدايزنج ان انا بعمل انجكشن داخل الطبقه بس ببريشر اقل من الفراكشر بريشر. اما الفراكشر الاسيد فراك ان انا بوصل لبريشر اعلى من الفورميشن، اعلى من الفراكشر بريشر. طيب الاسيد اللي انا هضخه ده ممكن اضخه ازاي؟ ممكن اضخه ثرو تيوبنج.
بيكون معايا بكر واضخه، ممكن اضخه بالاسم، ممكن اضخه بالكول تيوب، خلاص يا جماعه، ممكن اضخه برجلس، ممكن اضخه داخل الكومبليشن. يعني لو انا عندي ناتشرال فلو كومبليشن ممكن اضخه بعد ما اخلص خالص وانزل الكومبليشن بتاعتي، اعمل ايه؟ اعمل الاسيد تريتمنت، وممكن اعمله بعد البرفوريشن مباشره وانا معايا تيستنج بكر زي الار تي اس بكر، واضخه. يعني عمليه البليسمنت ليها اكتر من تكنيك، ممكن اعمله بعد الكومبليشن واضخه، ممكن اعمله مع اوبن اند مع تيوبنج بس واضخه، ممكن اعمله مع الكول تيوبنج واعمل له ايه؟ واعمل له بامب. طيب بالنسبه لي انواع الاسيدز او تايبس اوف اسيدز، نوع الاسيد اللي حضرتك هتستخدمه هيكون على حسب الفورميشن. لو انت شغال في ساند فورميشن هتستخدم هيدروفلوريك اسيد، لو انت شغال في كربونيت، كربونيت ده زي الـ يعني الـ زي اللايم ستون والترومايت، لو انت شغال في فورميشن كربونيت، ودي الكومن يعني اللي هي بتلاقيها موجوده بشكل كبير، لازم تستخدم مين؟ هتستخدم اتش سي ال، ماشي؟ هيدروكلوريك اسيد، خلاص التركيز بتاعه بيكون من 15 ل 20%. غالبا انت بيكون جاي لك حاجه اسمها سترونج اسيد. السترونج اسيد ده اللي هو الاسيد بتركيز عالي 32%، وانت بتخفه بتعمل له ديليوشن لحد ديليوشن بالميه لحد ما تخليه ايه اللي هو، يبقى انت عندك السترونج اسيد اللي هو التركيز بتاعه عالي، انت حضرتك بعد كده بتخففه بتضيف له ميه ويتحوله للويك اسيد، خلاص. يبقى انت لما يكون يبقى الهيدروكلوريك اسيد او الاتش سي ال هستخدمه فين؟ في حاله الكربونيت فورميشن، ما ينفعش استخدم الهيدروكلوريك اسيد لانه هيعمل لك مين؟ هيعمل لك انسولبل كالسيوم فلورايد. طيب في الديزاين بقى حضرتك هتستخدم كام برميل؟ هتحط كام برميل؟ طبعا ده بيزد على اللابس اكسبيرمنت وعلى الفيلد اكسبيرينس، بس هو انا بقول لك ككومن يعني براكتس، الدوز او الكونسنتريشن من 50 ل 75 جالون بير فيت، يعني كميه الاسيد اللي انت هتستخدمها هتبقى بناء على البرفوريشن. هتشوف انت عندك الانترفالز او البرفوريشنز اللي انت عايز تعمل لها ستيميليشن، وهتحدد بناء عليها كميه الاسيد. التركيز ده ممكن زي ما قلت لك بناء على كميه الدمج وبناء على البرمابيلتي اصلا، يعني البرمابيلتي اخبارها ايه ونسبه الدمج اخبارها قد ايه، وبناء على الاكسبيرينس قبل كده، تمام. فالتركيز ده بيتحدد في البروجرام، هتضخ كام برميل او كام مثلا متر مكعب لكل متر او لكل فيت على حسب اليونتس اللي انت بتستخدمها. بس احنا قلنا هنا الكربونيت بيستخدم معاه مين؟ الهيدروكلوريك اسيد. اما الساند ستون بيستخدم معاه مين؟ بيستخدم معاه الهيدروكلوريك اسيد، خلاص. هو في حال لو انا عندي فورميشن ساند بستخدم معاها مين؟ بستخدم معاها الهيدروكلوريك اسيد. طيب الهيدروكلوريك اسيد يا جماعه زي ما قلنا بعمله ديليوشن مين؟ ان انا بدوبه في الميه، والنقطه دي مهمه جدا جدا. حضرتك المفروض في الويل سايت مهمه جدا، لان الشركات السيرفس بتحاول يعني ايه تخدعك في النقطه ديت، او ان هي لو انت ما عملتش عليها كواليتي كنترول لازم حضرتك تدبل تشيك الوزن بتاع الويك اسيد. لازم حضرتك تاخد عينه من الاسيد اللي جاي لك، الاسيد اللي جاي لك يعني هتلاقي فيه مثلا في شرامبرجير او في او او شرامبرجير في هاند بوك، اكيد ممكن اعمله شير معاكم. كل اسيد يا جماعه بالكونسنتريشن بتاعته ليه الوزن بتاعه، تمام. يعني كل اسيد، يعني مثلا الاسيد اللي هو ال 15% او ال 20% او 28%، كل اسيد بتركيز معين بيكون ليه وزن معين، خلاص. فمثلا الاسيد انت جالك في البرنامج او البروجرام ان الاسيد اللي حضرتك هتستخدمه بتركيز 15%، يبقى المفروض الوزن بتاعه يكون كام؟ السبيسيفيك جرافت بتاعته تكون كام؟ تكون 1.05، 1.05 ده بالسبيسيفيك جرافت. لازم حضرتك تتاكد ان هو 1.075، ليه؟ لان زي ما احنا قلنا انه بيكون جاي فين؟ هو بيكون عنده في اما بيجي يجهز الاسيد بيجهز بيكون جاي عنده السترونج اسيد اللي هو بنسبه التركيز 32% ويحط عليه ميه، فهو ممكن يزود نسبه الميه، ممكن يحط ميه كتير يعملوا ديليوشن، فبدل ما يبقى بنسبه تركيز 15%
ممكن يخلوا لك بنسبه تركيز 10%، فاهمين قصدي؟ فانت لازم تدبل شيك، لان طبعا الحاجات دي انت بتدفع مقابلها فلوس، وطبعا ده كمان هياثر لك على عمليه الاسيد ستيميليشن نفسها وعلى المدى الافكتيفنس بتاعها والنجاح بتاعها. فانت لازم تدبل تشيك في الويل سايت الدينستي دي، بتقيسها ازاي؟ بيكون معاك مات بالانس او هيدروميتر، وتشيك على النسبه دي. تمام. طيب انت دلوقتي راجل عايز تعرف انا محتاج كميه سترونج اسيد قد ايه، بتحسبها من المعادله دي. لو انت مثلا، احنا قلنا احنا هنحسب كميه الاسيد اللي انا محتاجه بناء على كم الانترفلز، يعني انا اشوف مثلا هعمل بورفوريشن ل 100 متر او 50 متر، اضربها في التركيز اللي انا هشتغل بيه، وليكن زي ما قلنا مثلا 50 او 75 جالون بر ايه فيت. فخلاص انا حسبت كميه الاسيد اللي انا مستخدمها، وليكن في المثال ده هو محتاج 500 5000 جالون من الايه؟ من الويك اسيد اللي هو بتركيز 15%، وده الكثافه بتاعته. يبقى هو محتاج في المثال ده 5000 جالون من ال 15% اتش سي ال، 5000 جالون والاسيد اللي عندك بتركيز 15%، والكثافه بتاعته قلنا 1.075. حضرتك عايز تعرف انا محتاج قد ايه من السترونج اسيد، فهتحسبها ازاي من المعادله دي؟ هتقول الفوليوم بتاع الويك اسيد في الويك اسيد سبيسيفيك جرافيتي في الـ ككونسنتريشن في السبيسيفيك جرافيتي، فهتضرب ال 5000 اللي هم بتوع الويك اسيد في الكثافه بتاعته اللي هو 1.075 في اللي هو التركيز اللي هو ال 15%، تضرب دول وتقسمهم على السترونج اسيد التركيز بتاعه كام بنسبه 32%، تقسمها على 0.32% في السبيسيفيك جرافيتي بتاعه السترونج اسيد اللي هي 1.1116. يعني لما تيجي تحسبها هنا في المثال ده طلعت كام؟ طلعت 2172. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو حضرتك عشان يعمل ال 5000 جالون من ال 15% اتش سي ال استخدم 2000 بس، مين؟ 2000 جالون، 2172 جالون من السترونج اسيد، والباقي حط عليه ايه؟ حط عليه ميه. خلاص يا جماعه؟ هو ده اللي بيعمله بالظبط. يعني في الاول بتشوف الكونسنتريشن اللي انت محتاج هتشتغل بيه، وكميه والبرفريشن اللي عندك، تحسب كميه الويك اسيد، وبعدين تشوف ايه، تبدا تظبط الميكشر بتاعك. خلاص. فانت لازم تدبل تشيك السبيسيفيك جرافيتي في الويل سايت قبل ما تشتغل. بنحط اديتيفز كتيره جدا عشان نقصر، نقلل او نلاشي التاثيرات العكسيه للاسيد. طبعا من اشهر، يعني ما بالسنس كده، اول حاجه لازم يكون معانا ايه؟ لازم يكون معانا كروجن انهبيتور مع اي اسيد تريتمنت عشان نلاشي التاثير العكسي بتاع الكروجن الريت عالي، لان طبعا الاسيد فيري كروزف مع الايرون، فيعمل لك مشاكل في الكيسنج او مع الدريل بايب اللي انت هتشتغل بيها، او مع تيوبنج لو انت هتعملوا بامبنج مع تيوبنج. فلازم تحط مين؟ لازم تحط كوروجن انهبيتور. خلاص يا جماعه. كوروجن انهبيتور بيعمل ايه؟ بيكون لك زي ثين فيلم كده اوف ليكويد كوتنج ذا انسايد تيوب، يقلل لك التاثير بتاع الميتال ديسولفنت، يعني هيقلل لك الكوروجن ريت اللي هيسببه لك مين؟ اللي هيسببه لك الاسيد. طيب، يبقى اول اديتيفز حضرتك بتستخدمه اللي هو الكوروجن انهبيتور. بتستخدم السيرفاكتنس. السيرفاكتنس بتعمل ايه؟ بتشتغل على السيرفيس تنشن بين الفلويد، between the fluid source of formation fluids are readily displaced. يعني من الاخر هيخلي لك الاسيد لما ينزل يبقى الكونتاكت بينه وبين الفورميشن عالي. تمام. الاسيد يبقى ان دايركت كونتاكت او مع الفورميشن، فبالتالي الرياكشن بتاع الاسيد يكون اعلى ويحسن لك البرميابيليتي بشكل اعلى. يبقى انت النوع الثاني من الاسيدز اللي هو السيرفكتنس، وده بيشتغل على السيرفيس تنشنز عشان يقلل لك الرياكشن او الكونتاكت بين الاسيد وبين الفورميشن، يزود لك قصدي الرياكشن بينك بين الفورميشن وبين الاسيد. عندك الايرن كنترول. الايرن كنترول ده بيمنع لك الميتاليك سولت في انتو ذا اسيد سوليوشن فروم بريسيبيتيشن انتو ذا فورميشن، برضه بيقلل لك التاثير العكسي للميتالز اللي الناتجه عن التفاعل الاسيد مع الكومبليشن اللي عندك، ان هي تتجمع انسايد الايه؟ الفورميشن. فريكشن ريديوسر ده بيقلل لك بيساعد لك ان هو يقلل لك البامبنج بريشر. طبعا البامبنج بريشر هيكون عالي جدا بالذات في حاله الكول تيوبنج،
لان انت بتضخ في كل تيوبنج، كل تيوبنج بتبقى صغيره، ولو انت كمان معاك نوزل مثلا او جيت بلاستر بتضخ من نوزل صغيره جدا، فتلاقي البريشر ممكن يوصل معاك ل 5000. طبعا هيعمل لك البامبنج بريشر، وفي نفس الوقت الكول لايف نفسها، فانت لازم تضخ فريكشن ريدوسر عشان يقلل لك البامبنج بريشر. في اديتيفز كتيره بنستخدمها، الاتش 2 اس اكسفنشر، الميوتال سولفنت، برضه الميوتال سولفنت بيشتغل على الويتابيلتي بحيث ان هو يعمل لك يشتغل لك على الجرينز بحيث ان الاسيد يشتغل معاها بشكل مباشر. في الكلي ستابلايزر ده لو انت معاك مثلا كلي فورميشن او خايف يحصل مع عندك شير وخايف يحصل سويلنج فبتستخدمه. من اشهر الاديتيفز اللي هو دايفرتر، الدايفرتنج اسيد او دايفرتنج ايجنت، ده مهم جدا. ليه بقى؟ حضرتك تخيل لو انت عندك الزون نفسها فيها حتت او بعض الفورميشن نفسها فيها جزء هايبر موبيليتي وجزء لو موبيليتي، يعني انت دلوقتي بتعمل ستيميليشن لفورميشن عندك، الفورميشن دي في جزء منها هايبر موبيليتي وجزء لو موبيليتي، لو انت ما استخدمتش الدايفرتنج ايجنت ده ايه اللي هيحصل؟ كل الاسيد اللي انت هتضخه، الاسيد بالنسبه له اسهل له ان هو يروح فين؟ هيروح اصلا عند الحته اللي هي هايبر موبيليتي. انت عندك اتنين زون، واحده هايبر موبيليتي والتانيه لو موبيليتي. انا اوريدي بستخدم الاسيد ليه؟ عشان ازود، عشان اشتغل على اللوبر موبيليتي، انا عايز احسنها، بس المشكله ان الاسيد اسهل له نتيجه الديفرنشال بريشر، اسهل له ان هو يروح فين؟ عند الهايبر موبيليتي. فده فائده الدايفرتنج ايجنت او دايفرتنج اسيد، ان هو هيعمل لك بلوكينج او هيروح عند الحته اللي هي هايبر موبيليتي عشان يخلي الاسيد يروح عند اللوبر موبيليتي. يعني ده بيعمل لك سيلكتيف او يخلي لك الاسيد يروح فين؟ عند اللوبر موبيليتي زون. خلاص يا جماعه، عشان كده يعني هنا مثلا ده اكشوال ريسبي بتاع بير حقيقي. يعني هنا مثلا مستخدم بيضخ مين اسيد ودايفرتنج اسيد. في الاكزامبل ده بيضخ حوالي 200 برميل، 200 كيوب من المين اسيد، وبيضخ 104 او 100 تقريبا، نص الكميه، يعني نص الكميه دايفرتنج اسيد. خلاص يا جماعه، وهنا ده الريسبي بتاعك، يعني هنا شغال ب 15% اتش سي ال، وحاطط 2% كوريجن انهبيتور، 1% ايرن كنترول، وحاطط ديماكسفاير وسرفاكتان وان سلاج وفريكشن ريدوس. ده مكونات مين او الريسبي بتاع المين اسيد. وهنا حاطط مين؟ الدايفرتر اسيد. لما يجي يضخ ال 200 كيوب دول مش بيضخوهم مره واحده، ده بيعملهم استبات، يعني يضخ مثلا 50 كيوب من المين اسيد، وبعدين يضخ ايه 20 كيوب من الدايفرتر اسيد، وبعدين يرجع يضخ مين اسيد، وبعدين يضخ الدايفرتر اسيد، وهكذا. يعني بيقسمهم كستيج. يبقى انت عندك معظم الستيج او الستبس بتاعت البامبنج بتبقى بتضخ المين اسيد ودايفرتر اسيد. طبعا قبل ما بتيجي تشتغل بتعمل حاجه اسمها البري فلاش. البري فلاش يعني بالترتيب كده، لما نيجي نشتغل بنشتغل اول حاجه بنعملها بنضخ البري فلاش. ماشي يا جماعه؟ البري فلاش ده بعمل ايه؟ ببقى اضخ البري فلاش وكاني بعمل انجكتيفيتي تيست، بشوف الفورميشن عامله ازاي، وبعدين بضخ المين تريتمنت بتاعي اللي هو المين اسيد والدايفرتر اسيد، وبعدين ارجع اضخ تاني البوست فلاش. البوست فلاش زيه بالظبط، هو البوست فلاش ميه ومعادي ماتسفاير وسيرفاكت، هما الاثنين زي بعض بالظبط. وساعتها هنا بعمل ديسبليسمنت، وفي نفس الوقت بعمل بشوف الايه، بشوف الانجكتيفيتي. يعني ازاي اعرف ان الاسيد اشتغل معايا؟ المفروض يبقى في تغير في الانجكتيفيتي قبل ما، وده بيبان معاك جدا. انت اول قبل ما تضخ الاسيد تلاقي البريشر عالي، تلاقي البامبنج بريشر لو انت مثلا شغال عند ريت مثلا 200 لتر بير مينت او 300 لتر بير مينت او وات ايفر، هتلاقي مثلا البريشر معاك 2500 بي اس اي او وات ايفر. اول ما الاسيد يبدا ينزل عند الفورميشن هتلاقي البريشر ينزل معاك. تمام؟ فانت بتعرف الكلام ده ازاي؟ عن طريق البوست فلاش، وممكن تعمل بعد كده تعمل انجكتيفيتي تيست. ممكن بعض الشركات ممكن تعمل انجكتيفيتي 60 كيوب او حسب الديزاين، بالذات في ابار الانجكشن. يعني في ابار الانجكشن دايما بعد ما بنعمل الاسيد تريتمنت بنعمل انجكتيفيتي تيست، نضخ مثلا 60 كيوب، بس في الحاله دي بنستخدم الفورميشن ووتر. يعني انت لازم تقيم الاسيد. تقيمه ازاي؟ انت تشوف الانجكتيفيتي هتتغير معاك بعد الاسيد تريتمنت. نقطه مهمه جدا جدا جدا، الاسيد يا جماعه اللي حضرتك ضخيته ده لازم تطلعه للسبنت، بنقول عليه السبنت اسيد. انت حضرتك ضخيت اسيد، الاسيد ده تفاعل مع الفورميشن، لازم بقى تعمل له ايه؟ فلو باك تاني، لازم يطلع تاني للسيرفس. خلاص، دي نقطه مهمه جدا، السبنت اسيد اللي انت ضخيته لازم تعمل له كلين. كلين تطلعه بقى ازاي؟ لو انت عندك بير ممكن تنتجه، يعني المهم تنتج البير، تخلي البير ينتج، تنزل تعمل سوابنج،
او تعمل مثلا فلو باك ونيتروجين ليفتنج، تعمله كلين. يعني معظم الشركات بتشتغل تنزل بكل تيوب ونيتروجين وتطلع تعمل كلين اب لحد ما يطلع لك ايه، تنظف البير يعني. خلاص يا جماعه، في بعض ان الشركات تيجي تقول لك والله لو انا عندي بير انجكشن خلاص مش مشكله، ما دام بير انجكشن سواء كان ووتر انجكشن او ستيم انجكشن مش مشكله، لان كده كده السبنت اسيد هيروح بايه. المهم لازم السبنت اسيد تعمل له ايه، ريتريف. تطلعه ازاي؟ ان انت هتعمل له كلين اوت عن طريق السوابينج او الكيك اوف بالنيتروجين ليفتنج، او ان انت لو عندك بير انجكشن ممكن تعمل له ايه، انجكشن بعيد عن الويل بور يعني. دي كلها ريسيبي زي ما قلت لك اهو، ريسيبي بتركيزات معينه من الـ يعني. هنا مستخدم تقريبا تركيز مثلا 15% وحاطط كوروجن انهبيتور وانتي سلاج واتش تو اس سافنجر فريكشن ريديوسر. يعني هتلاقي الكلام ده كله يا جماعه بيختلف من شركه لشركه بناء على مين؟ بناء على اللاب تيست ونوع الفورميشن والفيلد اكسبيرينس. خلاص يا جماعه، زي ما قلنا هنا ان انت حضرتك طبعا قبل ما تبدا اي اسيد تريتمنت بتعمل بريشر تيستنج على اللاين بتاعتك، تتاكد ان التانكات نظيفه بتاعتك، لازم يكون عندك الكلين ووتر. وزي ما قلت لك بتبقى عارف الليمتس بتاعتك، لو انت بتعمل ماتريكس اسيدايزنج بتكون مظبط البمبات، بيبقى في حاجه اسمها بوب اوف فالف او زي سيفتي ريليف فالف، يعني ده فالف بيبقى موجود على البمب بحيث ان لو البريشر عالي معاك البمب بتفصل، فانت بتظبط السيفتي ريليف فالف بتاع البمبات يكون اقل من الايه، فراكشر بريشر، بحيث ان البمب كده كده نو واي يعني مش هتوصل للفراكشر بريشر. المهم يو هاف تو بي وركينج بلو الفراكشر بريشر. قلنا ان احنا ممكن نعمل الكلام ده ازاي، عمليه البليسمنت ان انا بعمله عن طريق الايه، يكون معايا بكر وبعمل بامبنج للتريتمنت ثرو البكر، يعني بعمل بول هيلينج وسكويز داخل ايه، داخل عن طريق البكر والسترينج. يبقى ده اول نوع بعمله، او ان انا بعمله عن طريق مين، بستخدم الكول تيوب. دول اشهر التو تكنيكس. البكر ده ممكن يكون تيستنج بكر زي ما قلت لك، يعني وانت لسه ما نزلتش يعني بعد البرفريشن. معظم الشركات بقى جاست ما بيعمل برفريشن يعمل اسيدايزنج على طول، بس طبعا دي ليها عيوب، ان انت ممكن الفورميشن هتفتح معاك ممكن يكون معاك لصوص. في شركات تقول لك بعد ما اخلص، بعد ما انزل بالكومبليشن اعمل ايه، اسيدايز يعني، على حسب برضو على حسب الاكويبمنت افيلابيلتي، بيبقى ليها حسابات تانية كتير يعني. يبقى يا اما عمليه البامبنج يا اما هتعمله ثرو ما يكون معاك بكر وتعمل بول هيدنج، او ان انت هتعمله بالكول تيوبنج. بتنزل بالكول تيوبنج. الكول تيوبنج يا جماعه احنا طبعا ما اتكلمناش فيها، نحاول ان يبقى في سيشنز تانية، بس الكول تيوبنج الكومن اللي موجوده بالسايز بتاعها بيكون 1.5 انش او 1.3 ارباع، ويكون معاك حاجه اسمها كونكتور، ولازم يكون معاك بارير دبل فلابر تشيك فالف، بيكون اثنين فلابر تشيك فالف دول انترنال بارير بتاعك، ومعاك حاجه اسمها هيدروليك ديسكونكتور سيركيوتنج سب، دول بستخدمهم في حاله الاستاك. البي اتش اي اللي انا بقول لكم عليها دي بتاعت اي كول تيوبنج موجوده في الدنيا هتلاقي موجود فيها، لازم يكون معاك كونكتور ودبل فلابر تشيك فالف وهيدروليك ديسكونكتور سيركيوتنج سب. الاربع حاجات دول المفروض يكونوا موجودين في اي بي اتش اي خاصه بالكول تيوب. اللي موجود تحت بقى ده بيتغير، ممكن انزل بنوزل زي ما انت شايفها، النوزل ديت اللي هي جيت بلاستر، ممكن انزل بموتور ودقاق، يعني الجزء اللي تحت ده على حسب الاوبريشن. والله لو انا هعمل بامبنج هنزل بايه، بالنوزل. لو انا عايز اعمل ميلنج هنزل بموتور وميل، يعني البي اتش اي بتاعتك هتعتمد على لو انا ممكن انزل بعد بي تي سي بي وات ايفر، يعني البي اتش اي هتعتمد على نوع الاوبريشن اللي انت بتعملها. ده 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 اللي انت شايفه ده، دي البي اتش اي اللي احنا بننزل بيها في حاله الاسيد ستيميليشن زي ما قلت لك، انزل بالكونكتور والدبل فلابر تشيك فالف والهيدريكس كونكت والسيركريتنج سب، وبيكون معاك بعد كده الجيت بلاستر دي، ولازم دي تعملها فانكشن تيست، تاكد ان هي بتعمل روتيشن بتعمل دوران، يعني النوزل دي بتلف معاك، النوزل دي بتتحرك اثناء البامبي، ولازم تعمل لها فانكشن تيست قبل ما تنزل. خلاص يا جماعه. طيب احنا بقى لنا تقريبا قد ايه؟ قد ساعة وعشرين دقيقة. طيب انا هحاول هتكلم على الريميديال سمنتنج لان هو مهم جدا. احنا قلنا يا جماعه يا ريت الريميديال سمنتنج من الجوبات الكريتيكال جدا اللي ممكن تعملها في الورك اوفر، فاتمنى الناس تركز فيه. وانا حاولت اجيب لكم اتنين كيس ريال كيس،
بحيث الدنيا تكون واضحه. سؤال كده يا جماعه، امتى اعمل البالانسد بلاج؟ يعني امتى اشتغل بالانسد بلاج وامتى اشتغل بالسيمنتري ريتينر؟ حد يعرف؟ سؤال للجميع لحد ما نجيب البرزنتيشن خاصه بالسيميليشن. حد عايز يجاوب؟ امتى استخدم السيمنت ريتينر وامتى استخدم البالانس بلاج؟ لو حد عايز يشارك يا جماعه يقول لي. طيب لحد ما البرزنتيشن تحمل. الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح؟ نعم نعم اكو تعليق بالشات، تستخدم الروتينر سكويزد. لا ما انا لا ما هم الاثنين بستخدمهم في السكويز. انا بقول امتى استخدم البالانسد ريتين سيمنت بالانسد سيمنت بلاج وامتى استخدم السيمنت ريتينر. تمام، هم الاثنين بعمل بهم سكويز سيمنتنج عشان اعمل ريبير. انا بتكلم امتى استخدم ده وامتى استخدم السيمنت ريتينر. طبعا اللي انا عايز اقوله لك، وانت شغال في البير هيقابلك مشاكل كتير. يعني انا حد من اصدقائي بعت لي الصوره، شايفين الصوره دي؟ ده من بير امس، المشكله دي حصلت مع الراجل امبارح. شايفين اللي طالع هنا يا جماعه؟ البير وانت شغال في الورك اوفر ممكن يقابلك مشاكل جدا. هنا دي مشكله اسفلتين، طالع معاه اسفلتين وواكس. فانت وانت شغال في البير، احنا شرحنا بس مشكله الفورميشن دامج، ممكن يكون معاك اسفلتين واكس، ممكن يحصل عندك سكيل يتكون، ممكن يكون عندك كوروجن، فهيقابلك مشاكل كبيره جدا في السترنج في اثناء الورك اوفر، وانت لازم تتعامل معاها. يعني طبعا زي السكيل مثلا، وامتى بتكون، وازاي اصلا هتعمل له، ازاي اصلا تعمله مونيتورنج السكيل، ازاي هتعمله مونيتورنج ان انت بتنزل بتسليك لاين وتتيج عليه، او في حاجه اسمها الام اي تي مالتي ايميجنج تو فينجر تولز، ان انت بتنزل بواير لاين وتسجل. يعني في جزء كتير من الاوبريشنز احنا ما غطيناهاش، بس انا قصدي اقول لك ان انت هيقابلك كونديشنز كتيره جدا وانت شغال على حسب الكونديشنز اللي انت شغال فيها. طيب نتكلم على الريميديال سيمنتنج. لا واحد بيقول لي وينزل ذا مادلوس برضه. لا بصوا يا جماعه، انا امتى او امتى اكون محتاج اعمل ريميديال سيمنتنج؟ هعمل ريميديال سيمنتنج في حالتين. الحاله الاولانيه قلنا لو الاسمنت نفسه البرايمري سيمنت جوب في مشكله، جوب الاسمنت الاولاني اللي اتعمل بعد ما نزلت البرودكشن كيسنج ما كانش كويس، حصل عندي شانلينج او حصل لوسز او وات ايفر، فالاسمنت مش كويس نوت اوكي، وده معايا في السي بي او في دي او، ومفيش سيباريشن بين الطبقات. يبقى ده اول سبب ممكن احتاج اعمل ريميديال سيمنت. طب السبب الثاني ان انا محتاج اعمل ريميديال سيمنتنج، السبب الثاني ان انت عايز تعمل شات اوف، يعني عايز تعزل طبقه. تمام، عايز تعزل طبقه. خلاص الطبقه دي انت هتعزلها بقى ان هي ووتر زون، او انت عايز تعملها ايزوليشن وات ايفر لاي سبب من الاسباب. الشباب اللي كانوا بيتكلموا على اللوسز، بصوا يا جماعه اللوسز ممكن اعالجها بالاسمنت، بس طبعا ده از نوت ا جود براكتس في الورك اوفر. يعني انت لو في اللوسز يا جماعه لما نيجي نعالجها في الورك اوفر، طبعا الكلام ده في الدريلنج ممكن استخدم السيمنت بلاج في ان انا اعالج اللوسز. طبعا ده لو عندي سيفير لوسز ما بلجاش لها على طول، بجرب فايبرز او بوليمرز. يعني السيمنت بلاج بستخدمها في علاج اللوسز حتى في الدريلنج، بس ده بيكون لو عندي سيفير لوسز. امال في الورك اوفر لما احب اعالج اللوسز بعالجها ازاي؟ بس من اشهر الكيميكال اللي احنا بنستخدمه حاجه اسمها اسيد سولوبل كالسيوم كربونيت، بنستخدم حاجه اسمها اسيد سولوبل كالسيوم كربونيت. خلاص يا جماعه، لان انت لو عملت ايزوليشن بالاسمنت، يعني لو انت عندك لوسز وعالجتها بالاسمنت هتعمل لك هتزود لك الاوبريشن تايم. ما انت لازم بعد كده حضرتك، طب الاسمنت ده انت لو عندك لوسز وعايز تعالجها بالاسمنت
طب ما انت كده عملت بلاجنج للبرفوريشن، فاهمني؟ لازم تعمل ري برفوريشن تاني وتعمل اسيدايزنج تاني. فلو انت، انا بتكلم على ريزرفوار، بتكلم على بي زون دلوقتي، انا فاتح بير وانتج منه، فمش لو عندي لوسز في البي زون في الريزرفوار مش هستخدم الاسمنت. انا عايز استخدم حاجه تمبرري، حاجه مؤقته تعمل لي بلاجنج تمبرري. زي في حاجه اسمها ستاتيك، في كيميكالز كتيره بستخدمها، ممكن في كيميكال معين وبعد فتره بيدوب معاك، زي بنقول عليه ستاتيك تمبرري بلاج. لكن من اشهر الكيميكال اللي انا بستخدمها في علاج اللوسز مع الريزرفوار او مع البي زون او في الكومبليشن والدريلنج والورك اوفر فيس، اسمه ايه يا جماعه؟ اسيد سولوبل كالسيوم كربونيت. ايه الاسيد؟ هو كيميكال بضخه. الكيميكال ده بيعمل بريدجنج، بيعمل لك بلاجنج للفورميشن، عامل زي الجبس كده، بيكون الفيسكوس بتاعته عاليه، بيقفل لك الطبقه، وطبعا ممكن تزود الكونسنتريشن بتاعه، بيبقى منه فاين وميديوم وكورس. طيب طب انا دلوقتي عايز خلصت جوب وعايز خلاص، يعني انا عندي كنت شغال ومعايا مشكله اللوسز، خلاص انا عايز انتج البير، بتقوم ضاخخ اسيد. بعد كده اول ما بيشوف الاسيد بيدوب، عشان كده اسمه اسيد سولابل كالسيوم كربونيت. خلاص ده لو عندك لوسز. لكن الاسمنت هستخدمه، قلنا لو عندي مشكله في البرايمري سيمنت جوب او عايز اعزل طبقه. طيب برضو السؤال بتاعي، امتى استخدم البالانس بلاج وامتى استخدم السيمنت ريتينر او المكب؟ بص يا جماعه، السيمنت ريتينر بستخدمها لو انا عندي اتنين زون، يعني لو انا عندي يعني اوريك قصدي، انت لو عندك مثلا عندك بير وعندك اتنين وعندك زون هنا وعندك زون هنا، خلاص عندك زون A وعندك زون B، لو حضرتك عايز تعزل الزون اللي تحت يبقى لازم تستخدم سيمنت ريتينر. ما السيمنت ريتينر دي بتبقى عامله زي البريدج بلاج بالظبط، هي عامله زي البريدج بلاج بالظبط، بس بيبقى جواها فالف وانا بعمل ستنج ان جواها، فعشان اخلي الاسمنت يخش في الزون اللي تحت. يبقى انا لو عندي اتنين زون وانا عايز اعمل عايز اعمل سيمي بالانس بلاج، يبقى هعملها فين؟ هستخدم السيمنت ريتينر. لكن لو انا عندي زون واحده بس خلاص هستخدم البالانس بلاج. واضح يا جماعه؟ يبقى لما يكون عندي اتنين زون استخدم السيمنت ريتينر، وانا عايز اعمل سكويز سيمنتنج او ادزوريشن للزون اللي تحت استخدم مين؟ استخدم السيمنت ريتينر. لكن لو انا عندي 1 زون، يعني انا البير بتاعي هو زون واحده بس، خلاص ما استخدم البالانس بلاج. بس بلاج يعني ايه؟ زي ما هنشرح، احنا بننزل باوبن اند ونحط البلاج بالانس، مش محتاج بريدج بلاج ولا حاجه. خلاص ايه اللي هيخليني انزل بسيمنت ريتينر؟ فاهمين يا شباب؟ طبعا السيمنت ريتينر، لان طبعا بعد كده حضرتك هتحتاج تحفرها وكوست اعلى زي ما هنشوف. طيب طيب هنتكلم كده، لان الوقت خلاص يا دوبك الوقت بيجري ورانا. خلينا نشوف الكيس ده، الكيس اللي انا بقول لك عليها دي ريال كيس، او الخطوات بتاعت الريميديال سيمنتنج من بير حقيقي. هو هنا الاول عمل سي بي ال في دي ال، وبيزد على الريزلت خلاص رايحين، والريزرفوار ريكومنديشن ان احنا رايحين نعمل ايزوليشن. خلاص يا جماعه؟ طيب او عندك مشكله في الاسمنت، فاول حاجه بتعملها ايه؟ انت دلوقتي الكيسنج عندك مقفوله، لو البرايم، انا بتكلم على البرايمري سيمنتنج مثلا، نزلت وشفت الاسمنت لقيت الاسمنت مش كويس، فلازم حضرتك تفتح في الكيسنج، تعمل برفريشن في الكيسنج. بتعمل برفريشن في الكيسنج حوالي 2 متر، بتيجي في الحته اللي فيها مشكله في الاسمنت وتنزل بالدبليو سي بي، نزل هنا بدبليو سي بي مثلا وعمل برفريشن ل 2 متر من عندي 3200. خلاص يبقى بتنزل بدبليو سي بي، يبقى اول حاجه بعد ما تعمل سي بي ال تنزل بدبليو سي بي وتعمل برفريشن ل 2 متر، دول اللي انت هتضخ من خلالهم الاسمنت. خلاص دي اول خطوه. الخطوه اللي بعد كده بتنزل بالسيمنت سترنج. السيمنت سترنج بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن درير بايب، ومعاك لازم يكون معاك حاجه اسمها ستينجر. يعني ايه سيمنت ستينجر؟ يعني سايز كبير وسايز صغير. خلاص ما بتنزلش بكله سايز واحد، لا بتنزل، ممكن تنزل بال 5 انش لو عندك مثلا 5.5 درير بايب، بس لازم تنزل تحتها بمواسير صغيره اللي هي السيمنت سترنج. خلاص يا جماعه؟ ما ينفعش تنزل كله بسايز واحد عشان تقلل الاريا ما يحصلش معاك ستك. يبقى بتنزل بحاجه بالسيمنت سترنج. السيمنت سترنج بيكون ايه؟ بيكون درير بايب، وتحت الدرير بايب لازم يكون معاك، هنا في الحاله دي معاك 250 متر او 300 متر من 2.7 8 تيوب. طب هتنزل بيهم لدبس كام؟ بتنزل لدبس تحت البرفريشن،
لازم تنزل تحت البرفوريشن دي وليكن ب 10 متر. ليه تحت البرفوريشن؟ عشان حضرتك لما تيجي تضخ الاسمنت يكون الاسمنت تحت البرفوريشن، فما يبقاش في اي فرصه ان يكون موجود معاك براين او يبقى عندك انسكسسفول سيمين جوب. يبقى اول حاجه بتعملها ان حضرتك بتعمل دبليو سي بي ل 2 متر عند الدبس اللي فيه مشكله، وبعد كده بتنزل بالسيمنت سترينج اللي هو عباره عن درير بايب ومعاك سيمنت ومعاك تيوبنج ستينجر اللي هي تيوبنج عاديه حوالي 200 او 250 متر، تنزل بيهم لتحت مين؟ لتحت البرفوريشن زي ما قلنا. هو هنا في الحاله دي نزل تقريبا 3010 او تحت تحت البرفوريشن بحوالي 8 متر او 10 متر. خلاص، وبقول لك دونت يوز اني ريستريكتد اي دي درير بايب، يعني حضرتك لما تيجي تستخدم ما تحطش جوينتات تكون الاي دي بتاعها صغير، لان انت ممكن في احتمال كبير جدا ان انت تصطك، ولو اصطكيت هتضطر ان انت تخش في فيشنج، ولو فيشنج هتنزل بحاجه اسمها ايه، هتنزل لازم تنزل بفري بوينت انديكيتور وتقطع. يعني حضرتك لما تيجي تستخدم التيوبنج تخلي بالك ان التيوبنج والدرير بايب تكون نورمال، ما فيهاش حاجه الاي دي بتاعها صغير. طيب بعد كده هتنزل تعمل ايه؟ بتعمل سبوت اب، بتعمل سبوت للسيمنتنج يونت. لازم يكون معاك سيمنت يونت، سيمنت يونت، وبيكون معاك حاجه اسمها باتش ميكس. بيجي لك طبعا الجوب ده انت هتعمله هيكون معاك سيرفيس كومباني هي اللي هتعمل لك الجوب ده، سواء مثلا هاليبرتون او اي شركه ثانيه، هي اللي هتبروفايد الاسمنت، وهي اللي هتبروفايد السيمنت ايه يونت والباتش ميكسر، وهي اللي هت... وهت... وهي اللي هتعمل لك السيمنت لاب، وهي اللي هتعمل لك الجوب. خلاص، فانت بتجيب السيمنت يونت. طبعا السيمنت يونت هي يعني ايه السيمنت يونت يا جماعه؟ هي بامب، سيمنت يونت بامب، وفيها باتش ميكسر، فيها تانك ممكن امكس ايه اضخ من خلاله. طيب هتجيب السيمنت يونت وتعمل بريشر تيست على السيرفيس لاين. هتوصل، في حد بيسال من الشباب، قلنا الناس اللي بتسال على الدبليو سي بي اللي هو الرانكور. طيب اللي بيسال على الدبليو سي بي اكيد ما حضرش معانا اول محاضره. بعد كده هنعمل سبوت للسيمنت يونت ونوصل السيرفيس لاين، هنوصل من البامب من السيمنت يونت لحد الايه؟ لحد التيوب، لحد الدرير بايب بتاعتي. واعمل بريشر تيست على السيرفيس لاين، لازم اعمل بريشر تيست عالي، يعني لو انا هشتغل ببريشر تيست، لو انا متوقع ان انا هوصل لبريشر 3000 لازم اعمل بريشر تيست اعلى من ال 3000. المهم انا عايزك بس تعرف المين ستيبس، ان انت بتعمل سي بي ال وخدت القرار ان انت رايح للدبليو سي للسيمنت، وانت رايح للسيمنت ريميديال سيمنتنج هتنزل تعمل دبليو سي بي ل 2 متر، تفجر في ب 2 متر، وبعدين تنزل بالسيمنت سترنج اللي هو بيكون درير بايب سواء 5.5 بوصه او 3.5 بوصه، ولازم يكون معاك قلنا اقل حاجه 200 او 250 متر او 300 متر 2.7 8. وبعدين بتعمل ريجابل سيمنت يونت وتعمل سيركوليشن، بتسركل الاول. بتسركل الاول ليه؟ عشان تتاكد ان البير كله مليان ببراين. النقطه دي مهمه جدا، لازم تعمل انجكتيفيتي تيست. ليه بعمل انجكتيفيتي تيست يا جماعه؟ حد يعرف؟ يعني انا دلوقتي انا عندي 2 متر مفتوحين، وانا نزلت تحت ال 2 متر دول ب 10 بحوالي 10 متر، لازم اعمل انجكتيفيتي تيست. حد يعرف بعمل انجكتيفيتي تيست ليه؟ احنا كده بقى لنا قد ايه يا مصطفى؟ استاذ ساعة و35 دقيقة تقريبا. طيب حد يعرف من الشباب بيعمل انجكتيف تيست ليه؟ انا هحدد كمية الاسمنت يا جماعة اللي انا هضخها بناء على ايه؟ بناء على انجكتيف تيست. يعني انا هضخ 2 برميل ولا 3 برميل ولا 5 برميل ولا 10 برميل ولا 20 برميل، هضخهم بناء على ايه؟ بناء على انجكتيف تيست. بالظبط عبد الكريم بيقول بالظبط، انا هحدد كميه، عبد الكريم بيقول عشان احدد كميه الاسمنت. بالظبط كده، انا عايز اعرف اضخ كام برميل. افرض الفورميشن عندي تايت، يعني ايه تايت؟ يعني الفورميشن ما فيش بيرمابيلتي، مش عارف اضخ. فلو الفورميشن تايت ما انا هنشرح، الناس اللي بتسال اشرح البالانسد بلاج، ما احنا بنشرح اهو يا جماعه، احنا لسه هنشرح وهنشرح الحسابات بالتفصيل. احنا واحده ستيب باي ستيب، احنا قلنا عملنا السي بي ال ده سيمنت، البالانسد بلاج اللي انا بشرحها دي اللي هتعملها سواء في الاوبن هول او هتعملها في كيسد هول، هتعملها مع براين او مع مض، هي نفس الخطوات. يعني البالانسد بلاج اللي احنا بنشرحها دي هي نفس الخطوات بالظبط، سواء هتعملها في الاوبن هول في اثناء الدريلنج او ما تعملها هتعملها في كيسد هول
مع بير برودكشن ويل، هي نفس الخطوات الناس اللي بتسال يعني. خلاص البالانس بلاد لازم يكون عندي نقطه انا هعمل انجكشن من خلالها، النقطه دي لو مش موجوده انا بعملها، بعمل بوجدها، فبنزل زي ما قلنا بنعمل سكويز، بنعمل برفريشن ل 2 متر، بعدين بنزل بالسيمنت سترينج اللي بيكون دريل بايب 3 ونص او 5 ونص، وتحتهم بيكون موجود معايا مين؟ موجود معايا 278. خلاص قلنا 278 200 ل 300 متر، بعدين بعمل ريجاب للسيمنت يونت، السيمنت يونت دي بتكون خاصه بالسيرفس كامل اللي هتعمل لي شوب الاسمنت. بعدين بسوي سيركوليشن، قلنا بسوي سيركوليشن ليه؟ عشان اتاكد ان البيت كله مليان بمط يعني هوموجينيوس. وبعمل انجكتيفيتي تيست. بعمل انجكتيف تيست ازاي يا جماعه؟ زي ما انتم شايفين كده في الجدول اللي قدامكم ده، ده انجكتيف تيست زي اللي احنا بنعمله بالظبط يعني، ده من موجود من اكشوال كيس. بتعمل ازاي؟ بتضخ بريت، اول حاجه بريت 200 لتر بير مينت، وبعدين يعني بتشتغل من الريت عالي للريت قليل، بتشتغل مثلا ب 200 300 500 700. كل احنا غالبا في الاول فيلد بنحاول نثبت الوقت، يعني بخلي مثلا كل ستيج ربع ساعه مثلا، يعني هبدا اضخ بريت 200 لتر بير مينت لمده 15 مينت، لمده ربع ساعه بس. طبعا ده لازم البريشر ما يوصلش، ما يعديش رقم معين. هنا مثلا في المثال ده بيقول لك البريشر ما يوصلش 2500 بي اس اي، فانا هبدا اشغل البامب على ريت كام؟ سيمنت يونت على ريت 200 لتر بير مينت، وابص على ومونيتور البامب بريشر. البامب بريشر لازم يكون اقل من ال 2500. لو البامب بريشر وصل ل 2500 في اي وقت، لو بعد دقيقه لازم اوقف، لازم اوقف البامب. احنا هنفرض ان البامب بريشر ما وصلش، فدام البامب بريشر ما وصلش ل 2500، يعني مثلا 2000 1900 1800، طول ما البامب بريشر لزان ال 2500 كمل، كمل مثلا زي ما البروجرام قلت لك بنخليها 10 دقائق او 15 دقيقه، هتكمل البامبنج فوليوم بتاع اللي هو الايه الوقت بتاعك، وهتسجل البريشر، وتسجل كمان التايم اوف بريشر، يعني تشوف البريشر هيزيد في خلال وقت قد ايه. طبعا هنا بتحط الدنسيتي بتاع الفلويد اللي انت بتضخه، طبعا هنا هتسجل الفوليوم اللي انت ضخيته. فمثلا لو احنا هنشتغل 10 دقائق، فلو انت بتضخ ب 200 لتر بير مينت، يبقى انت ضخيت في 10 دقائق 2 كيوب. خلاص المهم بعد المده اللي انت بتعمل بيها بامبنج بتوقف البامب، وبعد كده لما توقف البامب بتشوف البريشر هيحصل له دروب قد ايه. يعني انت مثلا كنت وصلت الضغط هنا، البريشر اللي انت كنت وصلت له وليكن 2000 بي اس اي، لما وقفت البامب البريشر ده ابلايد على مين؟ على الفورميشن. انت عايز تشوف الفورميشن دي بتعمل ليك معاك بمقدار قد ايه، فهتشوف البريشر هينزل في خلال 15 دقيقه قد ايه. والله لو الفورميشن دي تايت ممكن البريشر ما ينزلش، او ممكن تلاقي البريشر ينزل بسرعه، معنى كده ان الفورميشن دي بتاخد معاك. الفكره كلها ان احنا عايزين يحصل عندنا تصور، عايزين يحصل عندنا تصور على شكل البرمابيليتي وشكل الفورميشن، والفورميشن تقدر تاخد معايا كميه اسمنت قد ايه. خلاص فبتشوف البريشر دروب في خلال 15 دقيقه. طب افرض البريشر مثلا ما كانش نزل لحد مثلا 200 بي اس اي او 500 بي اس اي، انت بتسجل، بتفضل قاعد على البامب وتسجل تشوف البريشر هينزل لحد ايه، وبعدين بتفتح الايه الريتيرن، يكون عندك الريتيرن لاين تشوف هيجي لك قد ايه. فافرض انت هنا كنت ضخيت 200 لتر بير مينت لمده 10 دقائق، يعني ضخيت 2 كيوب اللي هو 2000 لتر، دخلت 2 كيوب. لما جالك انت بصيت على الريتيرن فوليوم لقيت رجع لك مثلا 500 كيوب 500 لتر، يبقى انت كل اللي ضخيته كام؟ كيوب ونص، 1500 لتر. المهم لازم تحسب كميه الفوليوم اللي انت ضخيته، عملت له انجكشن، والبريشر دروب اللي انت خدته الوقت قد ايه، والريتيرن فوليوم اللي جالك. خلاص يا جماعه بتعمل الكلام ده على ثلاثه، على اثنين ثلاثه ريت مثلا، اتليست اقل حاجه ثلاثه ريت، يعني ثلاثة ديفرنت ريت. طبعا انت محكوم بمين؟ زي ما قلت لك محكوم بالفورميشن بريشر. في بعض بالفراكشر بريشر. في بعض الفورميشنز هتلاقيها تايت. هتلاقيها تايت يعني ايه؟ هتلاقي البريشر بيرفع معاك مباشرة. وفي فورميشن هتلاقيها لوز، يعني لوز يعني مفتوحة. فأنت شغال بتضخ مفيش بريشر معاك. طبعا بناء على الانجكتيفيتي ده ممكن هتاخد قرار. يعني احنا ساعات يعني غالبا بنضخ من حوالي 2 كيوب. 2 كيوب يعني بتتكلم الكيوب حوالي 6 برميل 6.29، ممكن تضخ من 2 كيوب لحد في بعض الفورميشن بتضخ 10 كيوب. خلاص ده بناء على مين؟ على الانجكتيفيتي. ما انت شايف الانجكتيفيتي، لو الفورميشن مفتوحه معاك كان معاك فراكشر تحت، ممكن تضخ 10 كيوب وما يعملوش معاك حاجه. وساعات كمان في الحاله دي بنزود بنحط فايبر،
يعني لما يكون معاك اللوسز عاليه قوي او الفورميشن مفتوح قوي، لازم تخلي تحط اديتيفز مثلا فايبرز على الاسمنت. مثلا لو انت عندك جاز، لو انت عندك جاز هاي جاز اير ريشيو مثلا، لازم تحط حاجه اسمها جاز بلوك. يعني الديزاين بتاع السيمنت سلاري بيكون بتشوف الكونديشن اللي موجوده، انت بتحدد الفوليوم بناء على انجكتيفيتي. قلنا لو عندك غاز بتحط حاجه اسمها جاز بلوك، لو عندك لوسز عاليه قوي بتحط فايبر او ممكن تضخ هاي فيسكس بيلد. تمام يا شباب؟ المهم وبناء انت هتحدد الفوليوم بناء على انجكتيفيتي. طيب وطبعا القرار ده بتاخدوه مش واحد بس اللي بياخده، ده بياخده الكمباني مان مع الاوفيس، لازم، لان القرار ده ممكن هيحدد لك هل انت محتاج تعمل سكند ستيج. ما انا بقول لكم يا جماعه، الناس بتقول كيف يتم تحديد كميه الاكل. اللي عايز يعرف، انا قلت لك هي في النهايه بالفيلد بالاكسبيرينس. اللي عايز انا ممكن اجيب له الرول اوف ثم الخاصه مثلا بهاليبرتون او اللي احنا بنشتغل بيه. يعني احنا بيكون عندنا زي دي ارقام كده، لو الانجكتيفيتي مثلا بالشكل الفلاني يبقى 2 كيوب، لو انجكتيفيتي احنا بتاخدها بالفيلد اكسبيرينس وزي رول اوف ثم. خلاص يا جماعه، اللي عايز الرول اوف ثم دي ممكن ابعتها له. طيب ما وهي الكونسبت واضح، انت لو عندك الفورميشن لوز هتشتغل على الماكسيمم. طبعا الماكسيمم انت متخيل يا جماعه لو هتضخ 10 كيوب، انت عارف لو هتضخ 10 كيوب يعني حوالي 60 برميل، انت عارف ال 60 برميل دول هيعبوا لك كام برميل، كام قدم في الانولس؟ احسبهم بقى في التيوبينج في الكيسنج، هتلاقي عاملين لك هيدروستاتيك عالي، عاملين لك مثلا 1000 قدم ولا حاجه، حاجه كبيره جدا. فاهمين يا جماعه؟ يعني انت طبعا ما ينفعش تضخ الكميه الكبيره قوي اللي انت بتضخها، برضو بيكون لازم تكونسيدر حاجات كتيره، تكونسيدر كمان البامب السيكنج تايم. هكمل بس وبعدين الحته دي هتوضح معاك. بس انت بتحدد كميه الاسمنت بناء على انجكتيفيتي، وبتبقى محكوم بالاوبريشن تايم كمان. طيب يبقى المين ستيبس ان حضرتك بتعمل بورفريشن، تنزل بالسيمنت سترينج، بتعمل تيستنج السيرفيس لاين، وبعدين بتعمل سيركيليشن وانجكتيف تيست. بعد كده بتعمل ايه؟ لازم حضرتك تعمل سيركيليشن عشان تعمل كولينج داون للداون هول تمبريتشر. دي من النقطه دي مهمه جدا، ولازم اتليست مش اقل من ساعتين، مش سوري مش اقل من تو سايكل. تو سايكل يعني انت مثلا لو عندك البير الفوليوم كبست بتاعت البير مثلا 60 كيوب، لازم على الاقل تعمل 120 كيوب. خلاص ليه؟ لان انت اصلا كل الحسابات الاسمنت ده يا جماعه، احنا قبل ما نيجي نشتغل بنعمل حاجه اسمها سيمنت لاب. سيمنت لاب يعني ايه؟ بنروح ناخد عينه من الميه اللي احنا هنمكس بيها الاسمنت. الاسمنت ده بنمكسه بميه تبقى فريش ووتر وسيمنت كلاس جي مثلا سيمنت، وبعض الاديتيفز اللي احنا بنحطها. فانت لازم تعمل سيمنت لاب، بتاخد عينه من الميه وعينه من والاسمنت كده كده موجود في اللاب، وتبدا تمكس الاسمنت. ليه بنعمل الكلام ده كله؟ لازم نعمل محاكاه للكونديشن اللي الاسمنت موجود فيها. نفس بنحطه تحت بريشر ونفس درجه الحراره اللي موجوده في الريزرفوار تحت. خلاص؟ ولازم نظبط السيكننج تايم بتاعه. السيكننج تايم يعني ايه؟ يعني ده الوقت اللي الاسمنت هيبقى انبامبابل، يعني بعد مثلا بنخليه 5 ساعات او 6 ساعات. المفروض بعد 5 ساعات او 6 ساعات الاسمنت ده انت مش هتعرف تضخه، مش هتعرف تعمله بامبنج. خلاص يا جماعه؟ انت بتحسب الخمس ست ساعات دول بناء على ايه؟ بناء على الوقت. ما انا هشوف انا محتاج اضخ الاسمنت ده هياخد معايا وقت قد ايه، ولازم اطلع فوق الطوب اوف سيمنت وحابب اعمل سكويز. فانت لو الوقت ده كله هيبقى معاك، هياخد معاك ساعتين لازم او 3 ساعات، لازم انت تكون مسيف نفسك. يعني انت هتشوف الوقت اللي انت محتاجه عشان تعمل فيه شوب الاسمنت، لازم تخلي السيكننج تايم بتاعه اتليست ساعتين او 3 ساعات زياده. واضح يا شباب؟ طيب فانت بقى الخطوه اللي بعد كده، قلنا ان احنا بنعمل سيركيليشن عشان نعمل كولينج داون للبوتوم هول تمبريتشر، وبقول لك دونت ستوب سيركيليشن اذروايز تمبريتشر ويل بي انكريز، وطبعا هتعمل لك ايه؟ الاسمنت ممكن يشف اصلا. بعد كده بتبدا تمكس الاسمنت. هنا قلنا هنا مثلا في المثال ده ضخ 5 8 كيوب، والوزن بتاع الاسمنت 1.65. طبعا هنا بقول لك ده هنا الفاينل سيمنت سلاري فوليوم والدنس ويل بي ديسايدد ابون انجكتيف تيست. يعني ده كان في البرنامج بيقول لك ده، انا بس حطيت الرقم ده تصور، لكن انا هحدد كميه الاسمنت الاكشوال بعد الانجكتيف تيست. طيب لما انت حضرتك بتيجي تضخ الاسمنت بتضخه ازاي؟ لازم تعمل بتضخ حاجه اسمها اندر ديسبليسمنت، وبتضخ الاول بتضخ الاسمنت بتضخ اول حاجه بضخها ايه يا جماعه؟ بضخ السبيسر. السبيسر ده
طبعا الحاجة الحسابات دي مهمه جدا، لازم حضرتك بتعملها بنفسك، بيكون عند معاك برضو اكسل شيت، وفي في الهاند بوك بتاع شرومبرجير بيحسبها، موجود سهل جدا، يا ريت الناس تحاول تشوف بيحسبها ازاي. هتلاقي في الهاند بوك فيه كده بالانس بلاج سيمنت كالكوليشن، ممكن تحسبها. الفكره كلها ان انت بتخلي البلاجه بالانسد. يعني ايه بالانسد؟ يعني لازم الليفل بتاع الاسمنت جوه الكيسنج جوه الانولس يكون هو نفس الليفل جوه الايه؟ جوه التيوبينج، ونفس القصه في السبيس، لازم تخليهم قصاد بعض. ماشي؟ بالانس. فبتعملها ازاي؟ انت حضرتك الاول بتضخ الحسابات، انت بتضخ الاول حاجه اسمها سبيسر اهيد. سبيسر اهيد غالبا بيكون فريش ووتر. خلاص؟ السبيسر اهيد ده انت مش بتحسبه، انت بتحدده. يعني ده مش كالكوليتد، انت بتحسبه، بتختاره بنفسك. ده برضو بالفيلد براكتس احنا غالبا بنستخدم 5 كيو، يعني ده رقم انت مش بتحسبه، انت السبيسر اهيد ده انت اللي بتقول عليه، بتقول هضخ مثلا 10 برميل، 20 برميل، 30 برميل. تمام؟ احنا انا بقول لك احنا انا بستخدم مثلا 5 كيو، ده رقم انا مش بحسبه. طب كميه الاسمنت، كميه الاسمنت اللي انت بتضخها قلنا بنحسب، بنجيبها منين؟ من انجكتيفيتي. امال اللي حضرتك هتحسبه بقى؟ بتحسب هنا السبيسر بيهايند والديسبيسمنت. خلاص؟ ما انت هتضخ 5 برميل، 5 كيوب سبيسر اهيد، وبعدين هتضخ وراهم مين؟ الاسمنت. طب انت محتاج تضخ قد ايه بقى سبيسر بيهايند؟ اللي هو السبيسر بيهايند اللي هو عشان اخلي نفس الليفل، لازم احسب السبيسر بيهايند ولازم احسب كميه الديسبليس. خلاص؟ دي بتحسبها، مهمه جدا. بتحسبها ازاي كفوليوم؟ انت بتشوف الاسمنت ده هيعبي لك قد ايه؟ يعني انت مثلا لو عندك هنا مثلا في المثال ده في الحسابات هنا مستخدم 3 كيوب، فهو هيشوف ال 3 كيوب هيعبوا هيعملوا كام ليفل، كام متر داخل الانالاس وداخل الايه؟ الدرير بايب. خلاص؟ وبعدين اشوف الخمسه السبيسر اهيد اللي انا ضخيته ده اللي هو الخمسه كيوب، برضه هشوفه هيعمل كام برمي، كام متر. فاهمين يا شباب؟ وطبعا فانا ببقى عارف الطوب اوف سيمنت، فاقدر احسب الفوليوم ده، يعني اعرف وببقى عارف بحسب بقدر اعرف الطوب اوف سيمنت، وببقى عارف الطوب اوف سبيسر اهيد، فاقدر احسب الفوليوم ده. فالفوليوم ده انت بتحسبه مثلا هنا في المثال ده طلع مثلا كام؟ 1.31، يعني 1.3 من 10 برميل، 1.3 من 10 كيوب. طيب يبقى انت وانت عارف الكباستي اصلا بتاع الدرير بايب، كل طبعا الدرير بايب انت عارف الكباستي بتاعتها، فتقدر تحسب تقدر تعرف الديسبيسمنت فوليوم ده، تقدر تحسبه. تمام يا جماعه؟ هي كلها يعني هي زي ما انا قلت لك بالظبط، انت بقى ممكن تعملها مانيوال او يبقى معاك اكسل شيت، او ممكن تعملها بالهاند بوك بتاع شرومبرجير، بس اللي زي ما قلت لك السبيسر اهيد ده انت مش بتحسبه، ده بيكون جيفن او انت بتختاره، وبعدين السيمنت فوليوم انت بتحسبه عن طريق الانجكتيفيتي، اما السبيسر بيهايند والديسبيسمنت دول الاثنين بتحسبه. مهم جدا ان انت حضرتك لما تيجي تحسب الديسبيسمنت تعمله اندر ديسبيسمنت. يعني ايه اندر ديسبيسمنت؟ لما تيجي تضخ الاسمنت او تعمل ديسبيسمنت اسمنت، بتعمل حوالي اندر ديسبيسمنت من حوالي 200 لتر ل 500 لتر. ليه؟ يعني لما اجي اعمل ديسبيسمنت مثلا لو الفوليوم ده طلع مثلا 9، ولا طلع مثلا يعني لو طلع 8 مثلا و2 من 10 اخليه 8 بس، او اخلي فاهميني؟ اما اجي اعمل ديسبيسمنت اخلي الفوليوم بتاع الديسبيسمنت اقل شويه، اندر ديسبيسمنت. ليه؟ يعني ليه؟ يعني فبالتالي في الحاله دي معنى كده ان الاسمنت هنا هيكون فوق شويه هنا، عشان ما يحصلش عندي يوتيوب، لان المفروض بعد ما بخلص هعمل بول اوت، هطلع بالاسمنت بالسيمنت سترينج، فلو انا ما عملتش اندر ديسبيسمنت هيحصل معايا يوتيوب. انا بعمل كل الكلام ده ليه؟ عشان اخلي السايد بتاع التيوبينج هو نفس السايد بتاع ايه؟ الانولس، ما يبقاش فيه تيوب. فانا بحاول اخلي معايا كمان اندر ديسبيسمنت عشان اخلي البريشر هنا في التيوبينج اعلى، او اليوتيوب يكون يساعد معايا، فلما اجي اسحب ما يجيليش راجع. طبعا لو انت ما ظبطتش الاندر ديسبيسمنت ده كويس هتلاقي هنا يجيلك راجع، هيحصل معاك يوتيوب، لان هنا هيكون الهيدروستاتيك اعلى في الانولس، اعلى من الهيدروستاتيك في التيوبينج، فيحصل معاك يوتيوب، فهيجيلك راجع فين؟ فهيجيلك راجع، الراجع ده هيعمل لك مشكله. يعني تخيل انت عمال تسحب تيوبينج او درير بايب وجاي لك راجع، خلاص طبعا هتلاقي الريك فلور غرقان عندك. فانت بتعملها ازاي عشان ما يجيلكش راجع او ما تسحبش ويت؟ بنقول عليها عشان ما نسحبش ويت بنعمله اندر ديسبيسمنت. اندر ديسبيسمنت بمقدار قد ايه؟ قلنا من 200 ل 200 لتر ل 500 لتر. طيب بعد ما ضخيت الاسمنت وانت تحت البرفوريشن
مش عارف الشباب اللي بيسألوا لماذا الإزاحة؟ يعني إيه الإزاحة؟ ما أنا لازم أنزل الأسمنت تحت. ما احنا قلنا يا جماعة احنا ضخينا الوقت الديسبليسمنت، يعني أنا بضخ الأسمنت، فأنا ضخيت مثلا 5 كيوب، أنا لازم أنزل الأسمنت تحت يا جماعة. لازم تعملوا ديسبليسمنت توصلوا تحت. طيب. بعد حضرتك ما بتخلص، ركزوا معايا، بعد ما بتضخ الأسمنت بالانسد، بنقول عليه بالانسد، يعني بالانسد يعني إيه زي ما قلنا؟ يعني الليفل التوب اوف سيمنت هنا هو هنا هو هنا، والتوب اوف سبيسر ذا سيم، بس قلنا بنعمله اندر ديسبليسمنت عشان ما تسحبش ويت. طيب لما بعد كده بعمل ايه؟ لازم اطلع فوق التوب اوف سيمنت. انا طبعا بكون حاسب التوب اوف سيمنت، يعني عارف التوب اوف سيمنت، التوب اوف سيمنت هنا قد ايه؟ انا عارف الثلاثه كيوب اللي انا الثلاثه كيوب لو هيعبوا لي قد ايه؟ يعني هنا الثلاثه كيوب هيعبوا لي جوه ال 7 انش كيسنج حوالي 154 متر. فانا عارف الطوب اوف سيمنت، لازم اطلع فوق الطوب اوف سيمنت بحوالي 40 متر تقريبا، يعني 40 30 متر، لازم اطلع فوق الطوب اوف سيمنت ب 40 متر. طبعا فانا بيكون معايا البايب بتاعي وعارف عدد المواسير، فساعتها بقول للحفار اطلع مثلا 20 ستاند او 15 ستاند او 18 ستاند، يعني ببص على البايب بتاعي واخلي الاند اوف سترنج هنا فوق الطوب اوف سيمنت بحوالي 40 متر. خلاص؟ طبعا لازم اطلع فوق الطوب اوف سيمنت. بطلع فوق الطوب السيمنت بكام؟ بحوالي 40 متر او 2 ستاند. وبعدين اعمل ايه؟ اعمل ريفرس سيركوليشن. اعمل ريفرس سيركوليشن يعني ايه؟ اضخ من التيوب من الانالوس واخد الراجع من الدرير بايب. طب بعمل ريفرس سيركوليشن ليه؟ قلنا عشان لو في، ما انت عندك السترنج ده كله كان غطسان جوه الاسمنت، فانت عايز تنظف، لو في عندك اي شويه اسمنت زياده عايز تنظفها خلاص قبل ما يمسكوا على الايه؟ قبل ما يبقوا هارد يعني. فانت بتعمل ريفرس سيركيليشن، بتعمل ريفرس سيركيليشن ايه؟ مش بتعمل فوليوم كتير، بتعمل ريفرس سيركيليشن للفوليوم بس بتاع التيوبينج. الفوليوم بتاع التيوبينج ده بتعمل له ريفرس سيركيليشن ممكن مره او مره ونص. بتعمل ريفرس سيركيليشن وحضرتك بتشوف الراجع، بتبص على الراجع بالظبط تقريبا بعد الفوليوم بتاع السترنج، هتلاقي جاي لك شويه اسمنت تريسز كده هتلاقيهم جايين عندك. طبعا دول ما ينفعش تاخدهم على الشيل شيكر، بتاخدهم على اي ويست بيت بعيد. خلاص يبقى انت بعد ما بتطلع فوق الطوب السيمنت ب 40 متر هتعمل ريفرس سيركيليشن ل هتعمل ريفرس سيركيليشن للاسمنت. خلاص تعمل ريفرس سيركيليشن للاسمنت قلنا قد ايه؟ تقريبا مره ونص او تو تايمز ماكسيمم السترنج فوليوم. وبعدين بعد ما بتعمل كده بتطلع كمان 5 ستاند، انت عايز تامن تتاكد ان انت فوق خالص بعيد عن الاسمنت عشان ما تستكش. تطلع بعد كده 5 كمان ستاند. 5 ستاند يعني كام؟ الستاند لو هي مثلا 20 متر يعني بتتكلم في 200 متر، في بتتكلم في 100 متر، يعني انت كده بينك وبين الاسمنت حوالي 140 متر. انت فوق خالص بعيد عن الاسمنت عشان ما تتفك. تطلع كمان انظر 5 ستاند، تمام، بول اوت انظر 5 ستاند، وبعد كده بتعبي البير. يعني لحد دلوقتي ما عملتش اي سكويز، لحد اللحظه دي انا حطيت الاسمنت عملت له سبوت بالانس ولسه ما عملتلوش سكويز داخل الفورميشن، لسه لحد دلوقتي ما عملتش سكويز. انا كل اللي انا عملته نزلت الاسمنت عملت له سبوت وبعدين طلعت فوق الاسمنت عملت ريفرس سيركيليشن وعملت كلين للاكس ستاند وبعدين طلعت 5 ستاند. بعدين بعبي البير واقفل البي او بي، اعمل شوت ان ذا ويل، اقفل بي وابدا في الحاله دي اعمل سكويز. اعمل سكويز. طب حضرتك هتعمل سكويز لكام برميل؟ هتعمل سكويز لفوليوم قد ايه؟ لازم تخلي البرفوريشن كفر. شباب معايا؟ شباب معايا؟ شباب سامعني؟ نعم سب صوت واضح. بقول لك هتعمل سكويز لفوليوم، هتعمل سكويز لفوليوم قد ايه؟ هتعمل سكويز لفوليوم، ثانية واحدة محمد ده عامل لي مشكلة. مو مشكلة استاذ، مو مشكلة. بص يا شباب هتعمل سكويز لفوليوم قد ايه؟ لازم تخلي البرفوريشن كفر، يعني ما ينفعش لو انت ضاخخ مثلا 5 كيوب او 6 كيوب لازم تخلي البرفوريشن كفر، ما ينفعش تقعد افرض الفورميشن عماله تاخد معاك، لازم حضرتك توقف بامب. فانت بتعمل سكويز ولازم تخلي البرفوريشن كفر اتليست 45 متر او 50 متر. واضحه يا شباب؟ يعني انت بتبدا بقى قفلت البي او بي، عملت كلوز البي او بي وهتبدا تعمل سكويز. سكويز يعني ايه؟ عمال اعمل بوشنج للاسمنت، اعمل له سكويز داخل الفورميشن. خلاص يا جماعه
لو انت قلنا لو لو لازم تخلي اتليست 45 متر كفر. طب الكلام ده لو الفورميشن معاك ما فيش يعني ما معكش انجكتيفيتي او في الوضع الطبيعي. طب افرض انت اصلا وانت بتضخ الاسمنت اصلا معاك لوسز عاليه جدا، الفورميشن عماله تاخد معاك، ساعتها انت مش محتاج اصلا تعمل سكويز، انت هتسيبه وهينزل باي جرافيتي، الاسمنت هينزل باي جرافيتي. المهم انت بتاخد يعني كل حاله كل بير وبيبقى يكون ليه الكونسيدريشن بتاعك، سواء انت هتعمل الفوليوم، سواء هتحط فايبرز ولا مش هتحط، سواء هتحط جهاز بلوك ولا مش هتحط، فاهمين يا شباب؟ سواء الانجكشن بريشر ممكن توصل لبريشرات عاليه ولا هتسيبه باي جرافيتي. فكل جوب بيكون ليه الخصائص بتاعته بناء على الفورميشن بيرمابيليتي او الفورميشن انجكتيفيتي. يبقى طيب المفروض بعد كده حضرتك هتعمل ايه؟ انت كده عملت سكويز، احنا كده تقريبا داخلين في ساعتين. السكرين ظهر قدامكم يا شباب ولا راح؟ لا ستوب ماكو سكرين طيب هسه تمام. المفروض بعد كده حضرتك هتعمل ايه؟ انت كده موجود فوق الاسمنت، المفروض حضرتك هتعمل شوت ان ذا ويل ومونيتور، هتشوف بقى البريشر الويل هيد بريشر هيحصل له ايه. فبعد الخطوه دي بعد ما انت بتعمل سكويز هتعمل ايه؟ هتعمل شوت ان ذا ويل وبنقول عليها ووت ان سيمنت، بتستنى على الاسمنت تشوف الاسمنت تشوف البريشر هيحصل له ايه. المفروض بعد فتره طبعا الاسمنت بيبدا يفقد الميه بتاعته، انت بعد فتره هتلاقي البريشر مثلا لو انت كنت وصلت ل 2500 بي سي اي او 3000 بي سي اي هتلاقي البريشر يبدا ينزل وبعدين هيقف، يعني فاهمين يا شباب؟ بعد ما اول ما الاسمنت هيبدا إيه؟ يبقى هارد، بعد مثلا 5 6 ساعات هتلاقي الاسمنت هتلاقي البريشر يبقى ستيبل معاك. فانت المفروض هتبقى ويت ان سيمنت لمده تقريبا بتبقى حوالي 24 ساعه وممكن تبقى 36 ساعه بناء لحد ما السيرفس سامبل، طبعا انت بتكون واخد عينه من السيرفس سامبل لحد ما تتاكد ان السيرفس سامبل دي بقت هارد. المفروض ان انت هتستنى لحد ما السيرفس سامبل دي هتكون هارد، في الفتره دي بتكون مونيتور بس للويل هيد بريشر او الشاطن ويل هيد بريشر. وبعد كده هتعمل ايه حضرتك؟ المفروض حضرتك بتفتح البي او بي، الخطوه دي مهمه جدا ان انت بتفتح البي او بي وتشوف كميه الراجع اللي هتجي لك قد ايه. كميه، فالنقطه دي مهمه ليه؟ لان انت كميه الراجع يعني انت لو عملت سكويز 5 برميل 5 كيوب، لو انت عملت سكويز 5 كيوب وجالك نص كيوب يبقى اكشوال اللي انت عملت له سكويز بس 4.5، فاهمني؟ فكميه لما انت بتفتح البي او بي وبتراجع وبتبص كويس جدا تشوف طبعا بتاخد الراجع ده لازم تاخده على تانك صغير، بتاخده على حاجه اسمها المات بوكس او التريب تانك. المهم لازم تتاكد تحسب كميه الراجع دي باكيوريت، يعني تتاكد تحسب كميه الراجع بشكل كويس جدا، وبناء عليها تعرف الاكشوال فوليوم اللي انت عملته سكويز. المفروض بعد كده تعمل بريشر تيست على الاسمنت او على البلجه ديت حوالي 2000 بي سي اي لمده 15 دقيقه، او تعمل بول اوت. طب انت لحد دلوقتي خلاص انا هعمل بول اوت للايه؟ للسيمنت سترنج، وبعد كده لا انزل بالدريل اوت سترنج، انزل احفر الاسمنت ده، احفره ببي دي سي بت، وبعد ما احفره لحد فين؟ احفره انزل احفر الاسمنت لحد لتحت الاسمنت لتحت البرفوريشن بحوالي 10 متر، يعني انزل اتيج اعمل تاج على الطوب اوف سيمنت، اتيج على الطوب اوف سيمنت وانزل احفره، وبعد ما احفره اعمل دريل اوت للسيمنت قلنا لتحت البرفوريشن ب 10 متر. طيب كده معنى كده البرفوريشن بقت ظاهره قدامي. المفروض البرفوريشن لو هو سكسسفول سيمنت جوب هتعمل عليه بريشر تيست هيكون معاك كويس. فانت طبعا بتعمل سويب اللي هو بتضخ، يعني بتتاكد ان البير نظيف، بتضخ هاي فيسكس بيل، وبعد كده بتسركل البير، وبعد كده بتعمل بريشر تيست. تعمل بريشر تيست 1000 بي اس اي، والله البريشر تيست كويس او هولد يبقى انت ساعتها ده سكسسفول سيمنت جوب والحمد لله. طب افرض هو مش كويس لازم ترجع تعيد الجوب من اول وجديد، تعمل سكند ستيج. خلاص يا جماعه قلنا في حاجات كتيره جدا بنكونسيدر، قلنا الجاز بلوك لو عندي هاي جاز ريشيو، لو عندي لوس ممكن استخدم هاي فيسكس بيل وفايبرز، قلنا موضوع السيمنت لاب ده مهم جدا جدا، لازم تعمل سيمنت لاب وتاخد عينه من ميكسنج ووتر، وطبعا لازم تشيك على الكيميكال اكسباير ديتس. سيكننج تايم قلنا تقريبا بيكون حوالي 6 ساعات، من 5 ل 6 ساعات، ولازم تشيك على الدينستي بتاعت الدينستي بتاعت المض. انا هكتفي بالجزء ده النهارده، حوالي تقريبا حوالي ساعتين. اللي عنده سؤال يا جماعه
باب الأسئلة مفتوح. لو انتوا حابين ناخد البالانس السيم انترتينر في خلال 10 دقايق انا ما عنديش مشكلة، عايزين نكتفي بكده برضو انا اوكي. اتفضل يا مصطفى معاك. طبعا حضورنا الكرام، أي شخص عنده سؤال باب النقاش مفتوح مثل ما قال الأستاذ ولي، وإذا تشوفون أنه لو نكمل حابين نقعد 10 دقايق انا ما عنديش مشكلة، لان انا ما شرحتش السيمنت ريتينر، بس انا أتمنى. حابب ان احنا نعمل كات كده نشوف الشباب لو عايزين يسألوا اي سؤال. نعم، وأتمنى تكتبون بالشات سواء إذا تريدون نكمل أو نكتفي اليوم. شباب ما حدش بيتجاوب معانا، مش عارف ليه. في بعض الشباب عايز يكمل. اوكي طيب، نكمل يا سي مصطفى؟ كيفك استاذ ولي؟ يعني الشباب الشباب عايز عندكم، يكمل؟ واذا بالكم سؤال نسأله هسه. اللي عايز يسأل برضو أسئلة ما عنديش أي مشكلة. طيب، طب نتكلم على برضو نتكلم على بروجرام أو ريال كيس اللي بير بالسيمنت ريتينر. مش عارف كل الشباب عارف السيمنت ريتينر ولا لأ؟ سيمنت ريتينر يا جماعه هي نفسها البريدج بلج بالظبط. اللي شاف البريدج بلج او المحاضره اللي فاتت هي نفسها بالظبط، لو دخلت على اليوتيوب وبصيت على السيمنت ريتينر هتلاقي نفسها هي ذا سيم، ذي ار ذا سيم. سيمنت ريتينر هي نفسها البريدج بلج، بس الفرق الوحيد ان البريدج بلج بيكون مقفوله من تحت، بيكون بلج من تحت، اما السيمنت ريتينر بيكون من جوه فيه فالف، ممكن يبقى زي سبرينج لودد فالف او ممكن يكون سليف، المهم فيه فالف. الفالف ده او سليف انت بتزق خلاص، يعني عن طريق ايه الفكره كلها، لو انا ضغطت عليه بنقول عليه عملت ستينج ان، لو انا ضغطت عليه من جوه بيفتح معايا، طب لو انا عملت ستينج اوت طلعت منه بيقفل خلاص. يعتبر إيه، هي يعتبر زي وان واي فالف. بفتحه ازاي؟ ان انا بعمل ستينج ان عليه فبتفتح. طيب، واحنا قلنا هنستخدمها امتى؟ لما يكون عندي اتنين زون وانا عايز اعمل ريميديال سيمنتنج للزون اللي تحت، او عايز اعمل ايزوليشن للزون اللي تحت. طيب هعمل ايه؟ غالبا يا جماعه ما ينفعش انزل بالسيمنت ريتينر مره واحده. يعني زي ما قلت لك انت في الرسمه اللي انا رسمتها لك، انا عندي اتنين زون وانا عايز اعمل شات اوف للزون اللي تحت. طيب قلنا هنعمل ايه؟ هننزل اول حاجه بنعمل حاجه اسمها جان كاتشر ران. جان كاتشر ده بيكون على وار لاين، تنزل على وار لاين بيكون معاك جان كاتشر ومعاك حاجه اسمها جيج رينج. هي رينجه كده، الرينجه دي بتبقى نفس السايز بتاع الكيسنج. دي بنقول عليها دريفت ران، يعني بنزل اتاكد ان الكيسنج ما فيهاش اي مشكله. ده غالبا معظم دي طبعا ده بناء على مين؟ ده بناء على الطلب او الريكومنديشن للوار لاين كومباني. يعني معظم الشركات بتاع الوار لاين بتقول لك اتس نوت ريكومندد ان انت تنزل، نوت ريكومندد ان انت تنزل دايركت بالسيمنت ريتين خلاص يا جماعه، حتى لو انت كنت عامل سكرابر ران او عامل كلين اوت ران خلاص. يعني مينلي غالبا معاك وار بريدج سيمنت ريتينر هتنزل قبلها جان كاتشر. طيب بتنزل بالجان كاتشر بتاخد معاك 3 4 ساعات الرنه دي، ما بتاخدش وقت. تنزل على وار لاين تتاكد ان انت ما عندكش اي مشكله، ما فيش سلاك، الدنيا تمام، وبعد كده تعمل بول اوت خلاص. يبقى دي اول حاجه بتنزل بالجان كاتشر، بعد كده تنزل بالوار لاين سيمنت ريتينر مع الوار لاين، وبتسيتها عند الدبس اللي انت عايزه. هنا في المثال ده سيتها عند 3224 خلاص تمام، حلو قوي. طبعا الدبس ده بالمنطق كده لازم الدبس ده يكون فوق البرفوريشن اللي انا عايز اعمل لها ايزوليشن خلاص. يعني انت هنا مثلا احنا قلنا لو عندنا اتنين زون، احاول ارسمها لكم اتاكد الناس كلها فاهمه. احنا قلنا هنا لو عندنا اتنين زون
احنا عندنا 2 زون اهي، زون تحت وعندنا زون فوق، فاحنا قلنا عايزين نعمل ريميديال سيمنتنج للزون اللي تحت دي، فانا هنزل اسيت البريدج بلوك فوق الزون مباشره فوقها، يعني تقريبا ب 5 متر ولا حاجه. تمام يا شباب، اسيت السيمنت ريتينر هنا كده، اسيتها في الحته دي فوق الايه، فوق البرفوريشن دي. وطبعا انا سقيتها بوار لاين، فمعايا جاما ريس اس ال، الوار لاين اكيوريت ليه؟ لان انت بيكون معاك جاما ريس اس ال زي ما شرحنا. الوار لاين البي اتش اي بتاعتك في حاله الوار لاين هتكون مين؟ هتكون السيمنت ريتينر، وبيكون معاك حاجه اسمها سيتنج تول، والسيتنج تول دي انت بتاكتفها بالكتريكال، بالكتريك سيتنج تول، وبيكون معاك جاما ريس اس ال سنسور. الجاما ريس اس ال سنسور ده انت بتشوف الجاما راي وتعمل كورليشن، بتتاكد ان انت اون ديبس مظبوط. طيب بعد كده حضرتك هتعمل ايه؟ بعد كده بيقول لك كمان هنا افويد الكيسنج كولر. احنا قلنا اي بكر، اي سيمنت ريتينر، اي بريدج بلاك، اي حاجه بسيتها داخل الكيسنج لازم ابعد، على ابعد او اكون اويع من السيمنت ريتينر. خلاص؟ حلو قوي. بعد ما سيت السيمنت ريتينر بنزل بعد كده بالسيمنت سترنج. ما احنا قلنا السيمنت ريتينر هي من جواها فيها فالف، طب الفالف ده هفتح ازاي؟ طول ما يعني انا بمجرد ما سيت السيمنت ريتينر كاني عزلت الايه؟ كاني عزلت الزون اللي تحت كده، كانك عزلت الزون اللي تحت كانها بقت بريتش بلانك. انا لازم انزل اعمل ستينج ان جواها عشان اضخ بقى الاسمنت. واضح يا شباب؟ يعني انت اول ما سيت السيمنت ريتينر حضرتك، السيمنت ريتينر بقى الوضع في الحاله دي كده، انت نزلت وسيت السيمنت ريتينر بقت موجوده هنا كده، وبقت قافله لك الزون اللي تحت وده الزون اللي فوق. انت حضرتك بقى عايز تضخ الاسمنت، هتضخ الاسمنت ازاي؟ فلازم تنزل بسيمنت ستينجر، سيمنت ستينجر ده عشان تعمل ستينج ان وتفتح الايه؟ تفتح الفالف ده وتضخ الاسمنت. واضح يا جماعه؟ فده اللي احنا بنعمله، بننزل بعد كده بسيمنت ستينجر، وده بيكون ايه؟ كل سيمنت ريتينر بيكون لها الستينجر بتاعها. خلاص؟ السيمنت ستينجر ده بيكون عامل ازاي؟ بيكون فيه سيلات، بيكون فيه سيلات رابر، رابر، وبينزل يعمل ستينج ان داخل مين؟ داخل السيمنت. فهو هنا بينزل السيمنت ستينجر ومعاه كمان الاستابلايزر. الاستابلايزر ده عامل زي مين؟ عامل زي سنترلايزر كده، بستخدمه بالذات لما يكون معايا ديفيشن عالي عشان يخلي لي الاستنجر في النص. فاهمين يا شباب؟ يعني وانت نازل، وانت نازل عايز تخلي لما تيجي تعمل ستنج ان عايز تخلي الاستنجر في النص ما يروحش شمال ولا يمين، فبتخليه يبقى سنتر ازاي؟ انت بتحط الاستابلايزر ده. طيب يبقى هنا نزل ب 2.78 سيمنت ستنجر مع البو سبرينجز استابلايزر، ونزل فوقهم بمين؟ برضه ب 2.78 تيوبينج ودرير باي. وبعد كده بيقول لك بيرفورم ران هول كالكوليشن اوردر تو جيت 1 متر ستيك اباف الريك فلور. يعني انت بتظبط حالك، بتظبط حالك ان انت يكون معاك متر بس. حد بيسال في الشات بارت هاو وي كان بريفنت شانلينج وين وي بالانس اور هانج سيمنت بلاك. انهي شانلينج بالظبط؟ شانلينج لو عندك غاز يعني؟ احنا قلنا يا جماعه احنا بنكون مساركلين اصلا والبير كله اوفر بالانس، مش احنا قلنا ان احنا بنعمل كولينج داون وبنساركل، فانت اوريدي بتكون قاتل البير والبير اصلا ميت، وانت بتكون عامل سيركوليشن او كولينج داون قبل بتكون عملت انجكتيفيتي تيست وبتكون قتلت البير. في حد في الشات بارت بيسال على موضوع الشاننج، انت اوريدي بتكون اوفر بالانس وبتكون عامل سيركوليشن كويس جدا والبير مليان براين او كيل فلويد او مط، فما عندكش اي مشكله يعني، المفروض ما فيش اي جاز اصلا. تمام، بتكون انت اوفر بالانس، فما المفروض ما قلنا لو معاك غاز انت المشكله بقى، لو انت بتتكلم على الاسمنت نفسه ويحصل له شانلينج من الغاز، فقلنا بنستخدم حاجه اسمها جاز بلوك. جاز بلوك ده اديتيفز انا بضيفه مع الكيميكالز عشان امنع ان الغاز يتحرك وانا بضخ البالانس. لو انت بتسال على كده قلنا بنحط جاز بلوك كيميكال بضيفه بيمنع حركه الغاز داخل الاسمنت اثناء عمليه السكويز. طيب خلينا في الستبس بتاعت السيمنت ريتينر. قلنا بننزل الاول بجان كاتشر، وبعدين بنسيد السيمنت ريتينر على وار لاين، وبعدين الشانلنج المقصود هنا بالباي جاز، بننزل بالجان كاتشر. خلي الاسئله يا جماعه اللي بيسال، خلي الاسئله لما نخلص. هننزل بالجان كاتشر وبعدين بالسيمنت ريتينر على وار لاين، ولازم وي هاف تو افويد الكيسنج كولر، وبعدين هننزل بالسيمنت ستينجر ومع السبلايزر، ونزلنا فوق بال 2.78 والدرير باي. طيب بعد كده هنعمل ايه حضرتك؟ وانت نازل تخلي معاك متر تقريبا 1 متر اباف الايه ريك فلور. ليه 1 متر؟
لان انت بعد كده هتركب السيرفيس لاين. فاهمين يا شباب؟ انت المفروض بعد انت معاك على الريك فلور ما ينفعش تخليها عاليه قوي، لو خليتها عاليه الكرو او الريك كرو مش هيعرف يركب، اتس فيري ديفيكالت ان هو يكونكت السيمنت هيد. ما انت طبعا انت بتوصل يكون معاك اللاينز بتبقى كلها ايرن، ايرن حديد، لاين حديد، وبيبقى كل لاين مثلا طوله 2 متر 3 متر متوصل باللاين ثاني باللاين الثاني عن طريق حاجه اسمها ايه؟ عن طريق اللي هو الكويك يونيز اللي هي عباره عن 1582 كلها هامر يونيون بتوصل الفرنشات مع بعض. تمام؟ فانت لما تيجي تركب اللاين تعمل له انستليشن فوق الـ فوق الدريل بايب، لو هو عالي لو هو 2 متر 3 متر الكرو هيطلع ازاي؟ هيحتاجه ساعتها يطلع بباسكت او عشان يطلع يركب الايه؟ اللاين. فبيقول لك ظبط حالك. بتظبطه ازاي؟ ان انت بتحط باب جوينت. انت بيكون انت المشكله عندك فين؟ ان الجوينت الواحده من الدرير بايب طولها حوالي 9 متر، فانت عايز هتظبطها ازاي؟ لو هي مش ظابطه معاك بالبايب تالي حط باب جوينت. باب جوينت يعني لو انت مثلا يعني مثلا لو انت محتاج 8 متر، طب ال 8 متر دول ما عندكش 8 متر، ما فيش ماسوره طولها 8 متر. فبتعمل ايه؟ بتشيل اخر ماسوره وتحط باب جوينتها 8 متر، تجيب مثلا باب جوينت 2 و2 و2 و2. فاهمين قصدي؟ المهم انت بتظبط اللي دي اسمها سبيس اوت، تعمل سبيس اوت بتخلي الستيك اب، الستيك اب يعني المسافه من بين الريك فلور من بين الكلي بوشنج لحد الايه؟ لحد التوب، تخليه متر واحد تقريبا. حلو قوي. بعدين قبل مهم جدا ان انت قبل ما تعمل انجكتيفيتي تعمل قبل ما تعمل ستينج ان تعمل انجكتيفيتي. يعني انت بتعمل اثنين انجكتيفيتي. بتعمل اثنين انجكتيفيتي. الانجكتيفيتي الاولاني قبل ما تعمل ستينج ان، والانجكتيفيتي الثاني بعد ما تعمل ستينج ان. ركزوا معايا. هذا عندك الاثنين زون اهم. انت حضرتك نزلت قبل ما تعمل ستينج ان، يعني انت لسه واقف هنا في الحته دي كده. اعمل انجكتيفيتي. يعني اعمل انجكتيفيتي اضخ بنفس الانجكتيفيتي اللي احنا عملناها قبل كده. شفتوا الانجكتيفيتي بثلاثه ريت مختلفين؟ ابدا اضخ. ليه بعمل انجكتيفيتي هنا؟ ما لان ده الانديكيشن، هيكون انديكيشن ليك ان انت عامل ستينج ان. اهم حاجه يا جماعه في السيمنت ريتينر ان انت تعمل ستينج ان. دي اخطر حاجه في السيمنت ريتينر. بمعنى ايه؟ افرض حضرتك تخيلت ان انت عامل ستينج ان وانت مش عامل ستينج ان. يعني انت حصل عندك مثلا او الفالف ده ما فتحش. انت متخيلين يا جماعه لو انت عملت مش عامل ستينج ان وضخيت الاسمنت، الاسمنت كله هيروح فين؟ هيروح على الزن اللي فوق دي. فاهمين قصدي؟ تخيل لو انا جيت اضخ الاسمنت وانا مش عامل ستينج ان، كل الاسمنت هيروح على الزن اللي فوق. طبعا ساعتها حضرتك هتستك، ممكن تستك. فاهميني؟ فانت لازم تتاكد ان انت عامل ستينج ان. طب هتتاكد ازاي؟ عن طريق ان انت تعمل انجكت، او من ضمن الحاجات ان انت بتعمل انجكتيفيتي. لازم الاثنين هيكونوا مختلفين، انت عندك فورميشن A وعندك فورميشن B. الفورميشن دي مختلفه عن الفورميشن. فلما هتعمل ستينج ان قبل ما تعمل انجكت، هتعمل انجكتيفيتي قبل ما تعمل ستينج ان، وبعدين تعمل ستينج ان تفتح الفالف وتعمل انجكتيفيتي للزون اللي تحت. لازم يكون في اختلاف بينهم. عارف الشباب بيقولوا الصوت رايح، الصوت واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ استاذ موجود الصوت يمي واضح. يا جماعه الشات بارت في ناس بيقولوا الصوت رايح، في ناس بيقولوا الصوت موجود. نعم. عارف. طيب واضح النقطة دي يا جماعة؟ يبقى أنا هعمل انجكتيفيتي قبل وبعد. قبل إيه؟ قبل ما بعمل ستينج إن وبعد ما بعمل ستينج إن. قلنا ليه بعمل؟ عشان أشوف إن عندي اتنين زون، عشان أشوف شكل الانجكتيفيتي هيكون مختلف. طيب يبقى حضرتك هتعمل انجكتيفيتي تيست قبل ما تعمل ستينج إن، وانجكتيفيتي تيست بعد ما تعمل ستينج إن. طيب وبعد كده بقول لك اعمل ستينج ان انتو ذا سيمنت ريتينر از بير كونتراكت بروسيدور اند بيرفورم انذر انجكتيف تيست وذ ذا سيم بارامتر زي ما قلنا. مهم قوي ان انت حضرتك تكون متاكد ان انت عملت ستينج ان. طب ازاي هتعرف؟ تعرف عن طريق الوزن. طبعا المفروض بيكون معاك الكونتراكتور بتاع الواير لاين وبتشيك معاه، بس طبعا ده كمباني مان بيكون مسؤوليته برضه. مهم جدا لان ساعات كتير جدا الكونتراكتور اللي جاي لك ده اصلا ما بيكونش عنده خبره في الكومبليشن، وممكن يعمل لك مشكله. بتعرف ازاي؟ انت اول ما بتعمل ستينج ان، تخيل انت بتنزل جوه، يعني بتنزل بالستينجر جوه السيمنت ريتينر، فلازم هيحصل عندك دراج. يعني هتلاقي الوزن عمال يتغير معاك. خلاص يا جماعه، طول ما انت بتعمل ستينج ان هتلاقي الوزن بيحصل له دراج، عمال ينزل معاك حوالي طن او 2 طن. خلاص هتعمل ستينج ان
وبعدين تعمل انجكتيفيتي تيست. خلاص بناء على الانجكتيفيتي تيست الثاني نفس الخطوات بقى، بناء على الانجكتيفيتي تيست الثاني اللي هو للزون اللي تحت هتحدد برضو كميه الاسمنت. والله لو كان الفورميشن مفتوحه هيبقى كميه الاسمنت كبيره، لو كميه الاسمنت قليله، لو الانجكتيفيتي يعني صعبه، لو البريشر بيرفع معاك مباشره هتعمل نفس التشارت نفس الاكسل شيت اللي احنا قلنا عليه او نفس الخطوات اللي هو 200 و300 و500 و700، هتعمل انجكتيفيتي تيست بنفس الخطوات، وبناء على الانجكتيفيتي تيست هتحدد كميه الاسمنت. طيب بس برضه في تفاصيل كتيره جدا لازم برضه تعمل كولينج داون، هتعمل ستينج اوت وتعمل كولينج داون، تعمل كولينج داون قلنا اتليست تو سايكل، اتليست تو سايكل. مهم قوي بقى يا جماعه في التفاصيل نفسها ازاي؟ ان انت حضرتك افرض حضرتك كانت الفورميشن دي لوز، يعني ايه لوز؟ الفورميشن دي كانت مفتوحه، ساعات كتير جدا بتبقى الفورميشن اصلا فراكشر، فانت عمال تضخ ما فيش اي بريشر، زيرو بريشر. فيفضل في الحاله دي ان انت ما تعملش ستينج اوت. في الحاله دي يعني ايه؟ انت لما تيجي تضخ الاسمنت، ركزوا معايا في النقطه اللي انا بقول لكم عليها دي. انت دلوقتي هنا عملت ستينج اوت وطلعت من السيمنت ريتينر وعمال تعمل مين؟ عمال تعمل سيركوليشن، تعمل نورمال سيركوليشن عادي بتضخ وتعمل كولينج داون. وبعدين هتبدا تضخ وهتعمل بريشر تيست على السيرفيس لاين. خلاص؟ هتعمل بريشر تيست على السيرفيس لاين. ماشي، بعدين هتبدا تضخ الاسمنت، كل ده بتضخ الاسمنت وانت مين؟ وانت مش عامل ستينج ان، يعني انت عمال تضخ الاسمنت وانت وبيجي لك راجع يعني والبير مفتوح، فاهمين يا شباب؟ انت بتعمل بامبنج الاسمنت وانت مش عامل ستينج ان، فمعنى كده عمال يجي لك راجع. قبل ما الاسمنت يوصل، قبل ما الاسمنت يوصل بحوالي 150 متر او 200 متر، انت بتبقى عارف الفوليوم. الحاجات دي مهمه جدا لازم تكون حاسبها بنفسك. فقبل ما الاسمنت يوصل، قبل ما الاسمنت يخرج، لازم تعمل ستينج ان، تبدا بقى تعمل سكويز. فاهمين يا جماعه؟ يبقى انت الاول بتضخ الاسمنت وانت مش عامل ستينج ان، بتضخ الاسمنت وانت مش ستينج اوت، وبتبدا تضخ الاسمنت. قبل ما الاسمنت يوصل بحوالي 150 متر او 100 متر تعمل ستينج ان تاني وبعدين تعمل سكويز. طبعا الحاله دي بتعملها امتى حضرتك؟ لما تكون عندك الفورميشن تايت. فاهمين؟ لو الفورميشن تايت فانت مش عارف تعمل سكويز، فانت عايز بس تعمل سكويز بس للاسمنت. طب افرض كانت عندك الفورميشن لوز، يعني ايه؟ يعني انت عندك الفورميشن مفتوحه، افرض اصلا البرمابيلتي عاليه جدا، او عندك الفورميشن دي فراكشر فورميشن، فانت اوريدي معاكش زيرو بريشر. في الحاله دي حضرتك مش مشكله، ممكن تضخ الاسمنت وانت عامل ستينج ان، فاهمين؟ لان كله هيروح على الفورميشن مفيش اي مشكله. ممكن ساعتها برضه اضخ قبل ممكن اضخ قبل الاسمنت اضخ هاي فيس. يعني عايز اقول لك ان كل بير برضه هيكون ليه الكونديشن بتاعته، مفيش حاجه اسمها كونديشن واحد. ممكن ما اعملش ستينج ان، اضخ كله كاني بعمل بول هيدنج، اضخ كله جوه الفورميشن. ممكن لا، لو في ساعات كتير جدا لما الفورميشن بيكون تايت بكون ممكن اخليها 150 متر او 100 متر بس واعمل ستينج ان. فكل بير هيكون ليه الظروف بتاعته. ماشي يا جماعه؟ ده اللي هو بيقول لك هنا، بيقول لك في حاله الهاي انجكتيفيتي ضخ هاي فيسكس بيل وما تعملش ستينج اوت والكلام ده كله. مهم جدا وانت بتعمل سكويز ان انت تكون قافل، ودي مشكله كبيره جدا يا جماعه. ساعات كتيره جدا ركزوا معايا في الحته دي برضه، نقطه مهمه جدا. ساعات يحصل كوميونيكيشن، يعني ساعات يكون الفورميشن موصله لبعضها. مش احنا قلنا عندنا اتنين زون هنا؟ مش احنا قلنا عندنا، هوريكم حاجه بس عايز افهمها لكم. احنا قلنا هنا عندنا اتنين زون. الزون شايفين ممكن ساعات كتيره جدا يكون في كوميونيكيشن الاثنين زون دول موصلين على بعض، فاهميني؟ يعني انت عندك الزون اللي تحت حضرتك دلوقتي نازل وبتعمل انجكتيفيتي تيست الزون اللي تحت دي، وده عندك زون فوق اهي، وده السيمنت ريتينر هنا كده، وانت عامل ستينج ان وعمال تضخ اسمنت هنا كده. ساعات كتيره جدا، ودي حصلت معانا مره مع احد الشباب واستك. ساعات كتير جدا يكون عندك مين؟ يكون الزون نفسها موصله ببعض، فايه اللي هيحصل؟ الاسمنت هيطلع عندك وممكن تستك. طبعا الاسمنت هيكون موجود هنا وممكن يحصل استك. طبعا الحاجات دي مهمه لازم تبقى كونسيدر وواخد بالك منها جدا. فممكن انت كجود براكتس تبقى تضخ مين؟ تكون قافل البي او بي، انت اوريدي اصلا بتعمل انجكتيفيتي تيست، بتعمل سكويز من هنا، يعني البي او بي ملوش لازمه. بس انت بقول لك كجود براكتس ان انت لا تقوم قافل البي او بي
وتبدا تضخ برضه من اناناس. بضخ من اناناس ليه؟ عشان لو في اي كوميونيكيشن ما اخليش اي كوميونيكيشن يحصل. يعني ده زي جود براكتس او اكشن انا باخده زياده عشان امنع اي كوميونيكيشن. فاهمين قصدي؟ انا بعمل سكويز من هنا، البي او بي ملوش دخل اصلا، انا بضخ من هنا. فكده بس احنا بنقول كجود براكتس ان انت تقفل البي او بي وتعمل بامبنج من هنا من انولس عشان ما تمنع لو في اي كوميونيكيشن حضرتك تمنعه. خلاص ده برضو جود براكتس ممكن تعمله. طيب حضرتك بعد ما بتخلص تضخ كميه الاسمنت وتعملها ديسبليسمنت وتعملها سكويز داخل الفورميشن، بتعمل بعد كده بتعمل برضو سينج اوت وتعمل ريفرس اوت، يعني بتطلع وتعمل المفروض بتطلع تقريبا متر واحد وبتضخ مين وبتضخ وتعمل ريفرس سيركوليشن، تنظف الاسمنت. تمام، بتنظف تعمل ريفرس سيركوليشن وتتاكد ان انت منظف الاسمنت. خلاص يا جماعه، وبعد كده بتعمل بول اوت وبتنزل تحفر الاسمنت تاني، بتنزل تحفر البريدج، تعمل تاج على السيمنت ريتينر وتحفرها. نفس الخطوات، هتنزل تحفر السيمنت ريتينر وبعد ما تحفرها تعمل البريشر تيست، لو التيست كويس اوكي، لو مش كويس هتعمل ايه؟ هتعيد التست تاني. هذا يا جماعه دي صوره السيمنت ريتينر يا جماعه. بص هي زي بالظبط زي البريدج بلج بالظبط، عباره عن اثنين سلابس ابر ولور سلابس وده الرابر، ومن جوه بيبقى هنا في فالف. الفالف ده بقى ممكن زي ما قلت لك هتلاقي في بعض الشركات الكنديه بيبقى زي نظام سبرينج لودد فالف، وفي شركات صينيه بتعمل حاجه تعبانه كده بتبقى سليف. هكتفي بالجزء ده لان احنا طورنا، المفروض كنا نتكلم عن الفيشنج بس المحاضره طولت، فنفتح باب الشات اللي عايز يتكلم. يبقى احنا كده اتكلمنا النهارده عن بشكل، اتكلمنا عن الاستيميليشن، اتكلمنا على كيلينج في اثناء الورك اوفر فيز، واتكلمنا على ريميديال سيمنتنج باستخدام السيمنت ريتينر والبريدج بلاك، السيمنت ريتينر والبالانس بلاك. المفروض كنا هنتكلم على الفيشنج اوبريشن، ممكن هنخليها مع محاضره ثانيه، هي وهي والوار لاين في بلان طبعا ان احنا ممكن بعد العيد نخلي فيه سيشنز خاصه بالوار لاين والكول تيوبينج اوبريشن نبدا نتكلم عنه. اللي عنده اسئله يا جماعه يا ريت يتكلم. ايهما افضل؟ احنا قلنا الموست بريفيرد ميثود هي الريفرس سيركوليشن ميثود، هي بالنسبه لك موست بريفيرد. قلنا ليه؟ لان هي بتبقى لو سيرفيس بريشر، وفي نفس الوقت الكل فلو الكل الكل الفلويد نفسه او الهيدروكربون بيطلع معاك بعد اول برميل من الكلى. بستخدمهم قلنا لو ما عنديش، لو ما فيش اتش تو اس، يعني لو انا مش لو انا هقدر، لو ما فيش، لو انا هقدر اتعامل مع الهيدروكربون على السيرفيس، ما عنديش مشكله ان الهيدروكربون ده يطلع على السيرفيس، بستخدم الريفرس سيركوليشن ميثود. لكن لو انا عندي اتش تو اس لا، هستخدم بول هيدنج. لو انا مش عارف اتعامل مع الهيدروكربون لازم اعمل بول هيدنج، وبشكل كبير جدا برضو اللي بيحدد ده البوليسي بتاع الشركه. سواء مثلا التيم بتاع الريزرفوار بيبقى خايف، لو انه عنده سنسيتيف ريزرفوار او خايف من انفورميشن ده مش قوي، ممكن يقول لك روح للريفرس سيركوليشن، ما تستخدمش البول هيدنج. خلاص، لكن بشكل اكبر، بشكل يعني شكل اكبر طبعا الريفرس افضل بكتير جدا من الفورورد سيركوليشن. قلنا ليه؟ لان انت اصلا هتخلي الانف، مش هتخلي الانف، مش هتخلي الهيدروكربون يروح جوه الانانس. تخيل انت بتضخ الهيدروكربون بتطلعه بره مباشره عكس الفورورد سيركوليشن. ماشي يا جماعه، حد عنده سؤال تاني؟ يا ريت نفتح الشات، اللي عايز يفتح هيشارك معانا اي سؤال بخصوص الشغل بتاع النهارده. احنا عدينا ساعتين ونص تقريبا، داخلين على ساعتين ونص. اللي عايز المحاضرة بي دي اف ممكن ابعت له المحاضرة، هحاول احولها بس الملف كبير جدا، هحاول لان السايز بتاعه كبير، هشوف طريقة كده ممكن احاول ابعت له. او لو انتوا عايزين بارت معين يا ريت، لان المحاضرة تقريبا الملف مساحته حوالي 60 ميجا، فصعب ان انا حاولت احوله بي دي اف بس ما نجحش معايا، فحاول اقسمه البارتس كده وابعتها. طيب حد عنده سؤال تاني يا جماعه؟ بيتهيألي كده مفيش اي اسئله
طفى لو عايزين توقفه نختفي. تمام استاذ، تمام نفس الشيء، نفس الشيء، ممكن احصل سلايدات. تمام طيب ما تمام اعتقد الشباب عايزين الماتيريال، ممكن نحاول. هي المحاضرة المفروض مسجلة يا جماعة، اي نعم نعم المحاضرة مسجلة ونكتب. وانا هحاول ابعت، احاول اعمل كومبريس للسلايدز وابعتها لكم. تمام استاذ، طبعا شكر كلش كبير لك، وعلى على وقتك وعلى شرحك الحلو يعني، وان شاء الله لنا لقاء كلش قريب. شكر جدا لكم، وبالتوفيق للجميع، وان شاء الله نتقابل تاني. ومتشكر جدا لكم، شكرا لك، شكرا لك، والكونتاكتس بتاعتي موجودة معاكم، لو في اي سؤال ممكن تتواصلوا معايا، مفيش اي مشكلة. أكيد ضروري ضروري. شكرا لك، ماشي شباب، بالتوفيق ان شاء الله. وطبعا شكرا لكل الحضور، وتصبحون على ألف خير.